شرفنا حضور الأستاذ دكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البنية الزراعية للإرشاد والتنميه. والدورة ديت دورة هتبقى دورة تعريفية من الكابي مؤسسة الكابي وبنك المعرفة على وسائل الاستخدام والاستفادة بالنسبة للباحثة. هترك الكلمة دلوقتي للدكتور أستاذنا الدكتور عادل وبعد كده هرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. من السيد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كل سنة حضراتكم طيبين، يعني هو الدكتور دايما بيقول الناس لسه بتسأل الإجازة، الناس لسه بالإجازة أصلا. ربنا يعيد الأيام عليكم بخير وبصحة وسعادة. النهاردة طبعا نرحب بكم جميعا ونرحب بالمنصة الكبيرة طبعا الأستاذ الدكتور السيد بشعيد مستشار منظمة الكابي في مكتبة مصر العربية. الكابي دي منظمة تابعة للأمم المتحدة. طبعا حضراتكم عارفين إن المركز في الفترة دي بصدد تغيير اللائحة، ومطلوب من حضراتكم جميعا زملاء المقبلين على الدوريات والدراسات إن شاء الله يكون في نشر دولي مطلوب في الفترة القادمة إن شاء الله. يعني طبعا نشكر الدكتور أيمن العش طبعا على تيم المبادرة الكريمة، والدكتور سيد زميل لنا هنا في زراعة دمنهور، دمنهور حاليا والإسكندرية السابقة، لأن كانت كلية الزراعة دمنهور كانت جامعة الإسكندرية. لما أنا كنت متخرج من إسكندرية هي كانت تابعة جامعة الإسكندرية. فهي دلوقتي انضمت لجامعة دمنهور. فبنرحب بالدكتور سيد هنا طبعا في مركز البنية الزراعية. وإن شاء الله هيكون في تعاون بيننا وبين الفترة القادمة إن شاء الله. ونعمم إن شاء الله البرزنتيشن ده في المحطات البحثية الأخرى وفي تبع مركز البنية الزراعية إن شاء الله. عشان نعظم الاستفادة حضراتكم وزمايلكم في المحطات البحثية إن شاء الله. بنرحب طبعا بالأستاذ وليد علي بنك المعرفة المصري. ويعني الهدف زي ما قلنا من هذه الورشة إن يكون في تواصل، يعني معظم حضراتكم وغيركم من الزملاء حتى اللي هم باحث مساعد ومطلوب منه نشر بحث دولي سواء ماجستير أو دكتوراه بيعاني لمرين عشان يجد جهة إن احنا يتواصل معاها فإن شاء الله هيكون ده يعني بداية التعاون مع الكابي طبعا مع ممثلنا هنا في جمهورية مصر العربية الدكتور السيد عشان نسهل على حضراتكم في الفترة الجاية إن شاء الله نشر الدولي والتواصل مع الجهات الدولية المحترمة الانترناشونال. مرة تانية برحب بحضراتكم وبصحة وانتم طيبين وإن شاء الله نبدأ معاكم في فعاليات الندوة بإذن الله تعالى. النهاردة إن شاء الله الفعاليات بتاعة الندوة هتتضمن كذا نقطة وهيبقى في بريك في النص أحب أنونس عنها. أول نقطة هتبقى الدكتور سيد هيدينا مقدمة على الانترودكشن بتاع عن الكابي، اللي هي مؤسسة الكابي تبع مين الدول المشتركة فيها، وبالمناسبة المؤسسة ديت من المؤسسات النشر وبنوك المعلومات الكبرى في العالم على المستوى الزراعي. يعني نشر الكابي ديت من المؤسسات الكبيرة، زائد ان الداتا بيز بتاعتها داتا بيز كبيرة قوي، زائد ان كمان لها أنشطة في المشروعات التنموية الزراعية اللي موجودة على مستوى العالم. مصر اعتقد ان مصر الشير بتاعها في المشروعات ديت ما هواش كبير، واعتقد برضو ان الهند ديت هي الوقت كل حاجه. ف لازم نكون من النهارده نركز قوي مع الكلام، لان الدكتور سيد هيفتح لنا الابواب المغلقه والنقط الغامضه في كيفيه التعامل مع مثل هذه المؤسسات والحصول على مثل هذه المشاريع، او كمان طريقه البحث العلمي او البحث في الداتا بيز عن المواضيع الجديده او المواضيع اللي لها تاثير على الزراعه دوت بالنسبه لنا، زائد ان انا ازاي انشر كمان عن طريق الكابي. الكابي ده من المؤسسات اللي ممكن تنشر فيها كتاب، يعني ممكن تبقى اديتورز وتنقي موضوع معين وبتختار معاك ناس موجودين معاك في مواضيع مختلفه ويطلع كتاب في موضوع معين، وكتاب بالاقايم من الكتب اللي بتتسجل على طول سكوبس، يعني اي حاجه بتنشر فيها بتخش على السكوبس على طول. وطبعا دي من الحاجات زي ما قال استاذنا الدكتور عادل انها تبقى من الايفاكويشن بوينتس اللي بتتعمل فيه التغييرات بعد كده. بعد كده هو هيوضح لنا طرق البحث في القواعد ديت ازاي هنبحث فيها، والتريكس او التيبس اند تريكس اللي هي اللي احنا ممكن
تصدقها عشان توصل للمعلومه. هيكلمنا عن طرق البحث ديت وازاي ندور فيها. وعلى فكره طرق البحث احنا اغلبنا بيستخدم طرق البحث غلط حتى على جوجل. يعني في عندي بتبقى طرق لكتابه الحاجات اللي انا بدور عليها علشان ما تلوثنيش عناوين كتيره، ففي طرق كتيره جدا ازاي ادور على كلمه في وسط الكلام، او لو انا مش فاكر الموضوع ازاي انقي منه حاجه، ايه اللي اكتبه قبليها وايه اللي اكتبه بعديها. الحاجات دي كلها من الحاجات اللي لازم تكون من البروفيشنز اللي احنا نعرفها يعني او نبقى جيدين فيها. طبعا الموضوع كله هيمشي بعد كده البحث في خلال الابستراكتس، وبعد كده البحث عن الكتب وازاي ان انا انزل شابترز وازاي ان انا انش شابترز. بعد الاستراحه هنبتدي نتكلم على موضوع جديد خالص بقى، نقله ثانيه اللي هي النقله بتاعه الخدمات اللي بتقدمها هذه المؤسسه للمزارع العادي وللمهندس وللباحث كمان، عن طريق استخدام السمارت ابلكيشنز بتاعت السمارت فونز، اللي هي ازاي ان انا مش متخصص او متخصص بس شاكك في حاجه معينه في مرض معين، ازاي انا عن طريق الداتا بيز ديت ان انا اقدر اشخص المرض ده او على الاقل اقلل حلقه البحث بتاعته بحيث ان انا اعرف هو مين بالظبط. وفي نفس الحكايه برضو بالنسبه للانسكس او البيسكس، ان انا برضو لما بشوف حشره معينه اقدر اعرف الحشره دي ايه هي، اقدر اعرف ادوارها، الطور اللي انا بستخدمه او اللي انا بدخل عليه بالمقاومه بتاعتي، الافشنسي زي ما اتكلمنا قبل كده. واعتقد انا شايف وجود من الناس اللي كانت حاضره، الخبير الاسباني برضو شركه اسبانيه كانت بتعرض حاجه عن السمارت ابلكيشن في البيستس والديزيز ايدنتيفيكيشن، بيقول لك على مواعيد الاكشن بتاعت البيض بتاعت الحشره او بتاعت كذا، البيست تايم انك انت تعمل ابلكيشن بالمبيدات والحاجات اللي زي كده. وبعد كده هتبقى المناقشه الاخيره لاستماع اسئلتكم وتعليقاتكم على ما تم في خلال اليوم. وارجو ان شاء الله ومتاكد باذن الله وبعون وفضله انه هيبقى يوم مثمر ومفيد لينا وليكم جميعا. وهترك دلوقتي الكلمه ونفتتح هذا الورك شوب بمحاضره الدكتور السيد شحيد عن مقدمه عن الكابي والبنك المعرفي. شكرا دكتور ايمن على المقدمه الجميله. وحضرتك يعني ما شاء الله المعلومات عن كابي يعني غزيره وكثيفه، وحضرتك يعني قدمت مقدمه كبيره جدا للموضوع، شكرا جزيلا عليها وشكرا على استضافتكم لينا. قبل بس ما نتكلم على كابي كدار نشر وكجهه بحثيه، كابي بتأدي دورها في مصر من خلال بنك المعرفه المصري. بنك المعرفه المصري دي مبادره زي ما حضراتكم كلكم عارفين من افضل واعظم المبادرات اللي اخذتها حكومتنا المصريه على اختلاف مراحلها. من خلالها بيتم إتاحة مصادر المعرفة بشكل مشروع لكل المصريين لمجرد إنك فاتح من جوه مصر. فلما تيجي حضرتك تبعت بحث للنشر، الناس تستقبله باحترام إن أنت بلدك بتقدر العلم وإنك بتقدر تنزل الأبحاث بشكل مشروع. فلما تكتب بحث وتبعته بتبقى الناس متأكدة إن الشخص اللي بينزل أبحاثه بيحصل عليها من مصدر مشروع. لما يعمل حاجة ويعملها يبقى يعملها بشكل احترافي وفيه امانه ومهني. فاحنا بيشرفنا النهارده ان يكون معانا الاستاذ وليد علي. الاستاذ وليد علي من قطاع التدريب في بنك المعرفه المصري. هيكلمنا الاول على بنك المعرفه المصري وعلى ازاي نقدر ندخل ونستفيد من المصادر اللي موجوده على بنك المعرفه المصري، اللي من ضمنها كابي كاحد البلاتفورمز او احد المنصات اللي بنك المعرفه المصري مشكورا بيشترك فيها للباحثين المصريين، ومشكورا بيتيحها لكل المستخدمين في مصر على اختلاف قطاعاتهم وعلى اختلاف اعمارهم. فاحنا يعني بعد اذن المنصه نبدا بالجزء الخاص بالاستاذ وليد. شكرا
صباح الخير. اعرفكم بنفسي، انا اسمي وليد علي، وحده التدريب لبنك المعرفه المصري. هنتكلم النهارده مع بعض على ثلاث حاجات اساسيه: ازاي اخد اكاونت على بنك المعرفه المصري، ايه هو بنك المعرفه المصري، ازاي اقدر استخدمه واوظفه في الابحاث بتاعتي اللي انا بعملها او في مشاريع اللي انا شغال عليها. قبل ما ابدا بس حابب اعرف من حضراتكم، يعني كم واحد يسمع عن بنك المعرفه؟ ممكن نرفع ايدينا. طيب كم واحد عنده حساب على بنك المعرفه؟ اقليه. تمام، ده سؤال مهم. طيب من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها النهارده، ايه محتويات بنك المعرفه؟ ايه البوابات اللي موجوده عليه؟ وازاي ان احنا نقدر نسجل على كل بوابه من البوابات اللي موجوده على بنك المعرفه؟ بس هرجع شويه قبل بنك المعرفه المصري. لو حضراتكم تفتكروا كنتوا بتستخدموا ايه لما تيجوا تعملوا بحث وتحبوا ان انتوا تجيبوا مراجع مثلا موثوق فيها من ناشرين عالميين، مثلا زي كابي، زي سبرينجر نيتشر، زي السفير، كنتوا بتعملوا ايه في الوقت ده قبل بنك المعرفه؟ انا بروح المكتبه القوميه الزراعيه مثلا. ايه تاني؟ جوجل. تمام. كان في قبل بنك المعرفه كان في حاجه اسمها المكتبه الرقميه في المجلس الاعلى للجامعات. دي كانت بتبقى مموله برضو من ميزانيه الجامعات. كان كل جامعه بتدفع مساهمه معينه في المكتبه الرقميه ديت، مثلا جامعه القاهره مثلا مليون، مليون ونص، ويبداوا ان هم يشتركوا في مجموعه من قواعد البيانات. كانت يعني بيبقى عددها محدود، تقريبا 10 قواعد بيانات، 12 قاعده، يعني يعني اكتر عدد اشتركوا فيه كان تقريبا 15 قاعده بيانات في سنه 2015. بس الاستخدام بتاع قواعد البيانات والمصادر البحثيه دي كان قاصر بس على اعضاء التدريس في الجامعات وطلبه الدراسات العليا فقط. مفيش اي حد تاني من الشعب المصري يقدر ان هو يستفيد من المصادر دي. ففضلت الميزانيه بتاعتهم تتقلص لحد سنه 2013، يعني بسبب مشاكل سياسيه وحاجات زي كده، فبدات ان الميزانيه تتقلص شويه وبداوا يوقفوا بعض الاشتراكات. لو حضراتكم تسمعوا عن ساينس دايركت من إلسفير، ده كان تقريبا اول مصدر تم ايقافه لان ما كان دولار عالي ومفيش مبالغ ان احنا نجدد الاشتراك فيها، فبدا الاشتراك فيها واقف. بعد كده وقفوا مصدر تاني اللي هو اي تريبل اي، ده كان خاص بالكليات الهندسه، كليات الحاسبات، لحد ما توقفت تماما خدمات المكتبه الرقميه في سنه 2015. طبعا ما كانش فيه اي تجديد، فاصبح الباحثين المصريين ما عندهمش القدره ان هم يقروا احدث حاجه اتنشرت في موضوعاتهم. دي كانت بتمثل مشكله كبيره جدا للبحث العلمي في مصر. فتوجهوا ساعتها بالمشكله ديت ان احنا الميزانيه مش مكفيه، مش قادرين ان احنا نجدد الاشتراكات في اغلب قواعد البيانات في اغلب التخصصات. توجهوا ساعتها بالمشكله دي الاستاذ دكتور طارق جلال شوقي اللي هو حاليا وزير التربيه والتعليم ورئيس بنك المعرفه، اللي كان ساعتها مستشار المجالس التخصصيه للتعليم والبحث العلمي التابعه لرئاسه الجمهوريه. فعرضوا عليه المشكله ان احنا دلوقتي مش قادرين نجدد الاشتراكات، والباحثين بيشوفوا الابحاث الجديده لحد سنه 2015 بس، مش قادرين يطلعوا على الحاجات الاحدث من كده اللي اتنشرت. فيعني الراجل كان عنده وجهه نظر، احنا ليه نخلي الاستخدام بتاع الحاجه دي قاصر بس على الباحثين واعضاء التدريس في الجامعات؟ ليه ما يبقاش متاح للطفل اللي بيدرس في كي جي، طالب في مدرسه سواء ابتدائي او اعدادي او ثانوي، الباحثين في مراكز البحوث، الجامعات الخاصه، ليه ما تبقاش حاجه بتشمل كل ده؟ فمن هنا جت فكره بنك المعرفه، ان بدل ما مثلا الجامعات تشترك لوحدها، المراكز البحثيه بتشترك لوحدها، وهي هي نفس المصادر وبندفع ثمنها مره واثنين وثلاثه، مكتبه اسكندريه مثلا تشترك لوحدها، لا بقى في دلوقتي بورتال موحده لكل الشعب المصري يقدر ان هو يستخدمها بشكل مجاني تماما، فيها كل المصادر اللي يقدر ان هو يستفيد منها في المراحل العمريه المختلفه، سواء بقى طالب مدرسه، طالب دراسات عليا، استاذ بيعمل ابحاث ترقيه، كل الناس دي ليها مصادر على بنك المعرفه تقدر ان هي تستفيد منها. طيب اليو ار ال بتاع بنك المعرفه ايه هو؟ هو www.ekb.eg، اختصار لايجيبشن نوليدج بانك. ekb.eg. ومن الفلسفه بتاعت البورتلز اللي احنا اتكلمنا عليها، كان السلوجان بتاع المشروع اللي هو نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. طبعا بيتعلم في المرحله الدراسيه، بعد كده بيبدا ان هو يفكر في مشاكل بحثيه عشان يبتكر بعد كده اساليب او حلول للمشاكل دي. ومن هنا كان ده اليو ار ال لو حد عايز يكتبه، هو ekb.eg.
ومن هنا كانت الفلسفة بتاعت بنك المعرفة ان هو يتقسم لأربع بوابات فرعية، كل بوابة منهم عليها عدد من المصادر بتخدم الفئة العمرية ديت او الفئة البحثية دي، اللي هم لو باينين قدام حضراتكم في تحت خالص هنلاقي في بوابة للأطفال باللون الأخضر من الأول على اليمين، بعد كده في بوابة للطلبة والمعلمين باللون الأزرق، بعد كده أهم بوابة طبعا لحضراتكم هي بوابة الباحثين اللي باللون الأحمر، بعد كده في بوابة للقارئ العام باللون الأصفر. كل بوابة من دول زي ما قلنا عليها عدد من المصادر بيخص الفئة دي بس. يعني لو دخلنا على بوابة الأطفال مثلا هنلاقي في مجموعة من الأبليكيشنز، في قصص أطفال يتعلموا واحد اثنين بعض الكلمات البسيطة بالإنجليش عن طريق أغاني يسمعوها أو قصص مقروءة يسمعوها سواء من على الكمبيوتر أو من على أبليكيشن ينزله على الموبايل. هنلاقي فيها كمان الموسوعة البريطانية فيرجن خاصة بالأطفال، يقدروا إن هم يلعبوا مجموعة من الألعاب يتعلموا منها كلمات حاجات زي كده. بعد كده بوابة الطلبة والمعلمين باللون الأزرق هتلاقوا عليها، لو حضراتكم سمعتوا عن نظام التعليم الجديد بتاع أولى ثانوي والتابلت والكلام ده كله، المناهج كلها هتلاقيها موجودة برضو على بوابة الطلبة والمعلمين. مش بس اولى ثانوي، لا في كمان مناهج العلوم والرياضيات من اول رابعه ابتدائي لحد ثالثه ثانوي، هتلاقوا برده المناهج بتاعه ثانيه ثانوي لما خلصوا اولى ثانوي دلوقتي، فبداوا كمان مناهج ثانيه ثانوي بتضاف حاليا على البورتال ديت. بعد كده اهم واكبر بوابه لحضراتكم هي بوابه الباحثين، ودي اللي عليها اكبر عدد من الناشرين اللي مشترك معاهم بنك المعرفه، اسامي كبيره جدا حضراتكم كلكم بتسمعوا عنها زي كابي، سبرينجر، نيتشر، السفير، زيج، عدد كبير جدا من الناشرين تقريبا حوالي 30 ناشر او اكتر كمان، بيضموا اكتر من 100 قاعدة بيانات. قواعد البيانات دي ايه اللي فيها؟ فيها كتب الكترونية، فيها دوريات الكترونية، في رسائل جامعية سواء ماجستير او دكتوراه، في موسوعات، كل ده بنقدر ان احنا نستخدمه عن طريق الحساب اللي احنا بنسجله على بنك المعرفة. كمان في بوابة للقارئ العام اللي خلص دراسة او ربة المنزل في البيت، محتاج تقرا تتثقف عن معلومة معينة، تشرح حاجة معينة لأولادها، فتقدر برضو ان انت تعمل اكاونت على بوابة القارئ العام. طيب ازاي بيتم التسجيل على كل بوابة من دول؟ حد يعرف؟ التسجيل على اي بوابة من البوابات اللي احنا اتكلمنا عليها ما عدا بوابة الباحثين بيتم من داخل شبكة الانترنت اللي موجودة داخل مصر، سواء من موبايل او من الـ ADSL بتاع البيت او من شبكة الانترنت الجامعية او المؤسسية بتاعت المؤسسة بتاعتك. تقدر تسجل من اي مكان على اي بوابه من دول ما عدا بوابه الباحثين، لان زي ما قلنا ان دي اللي عليها اكبر عدد من المصادر المتوفره على بنك المعرفه المصري، فكان ليها شرطين بس مهمين للتسجيل على بنك المعرفه. اول شرط ان انا لازم يكون معايا الميل الاكاديمي بتاعي اللي هو بينتهي .atu.eg تمام، عشان اقدر اسجل بيها من اي مكان. طيب لو انا مش يعني خلينا نبدا الاول ان انا لو عايز اسجل من داخل المؤسسه بتاعتي، المفروض ان كل المؤسسات او الجامعات او المراكز البحثيه الاي بيز بتاعتها او عناوين الانترنت بتاعتها متسجله عند بنك المعرفه، فاقدر ادخل من اي جهاز داخل المؤسسه بتاعتي وابدا ان انا اسجل حساب ليا على بوابه الباحثين. طيب لو المؤسسه بتاعتي ما فيهاش انترنت او الانترنت بيقطع او مش متسجل عند بنك المعرفه، بتبداوا تتواصلوا مع مدير المكان بيبعت لنا عناوين الانترنت بتاعتكم كلها بنسجلها على بنك المعرفه عشان تقدروا ان انتوا تسجلوا من داخل المكان. طيب لو المكان ما فيهوش انترنت اصلا، بقدر ان انا اسجل بالميل الاوفيشال بتاعي من اي شبكه انترنت سواء من الموبايل او من الاي دي اس ال بتاع البيت بشكل عادي جدا. الايميلات الاوفيشال ديت بتكون شكلها ايه؟ بتكون اللي هي بتنتهي .edu.eg، دي بتبقى للجامعات والمراكز البحثيه. المراكز البحثيه برضو ليها اكستنشن تاني من اكاديميه البحث العلمي بينتهي .sci.eg، او لو انتم معاكم الايميلات الحكوميه اللي بتنتهي .gov.eg دي برضو بتقدروا تسجلوا بيها من اي مكان. ففي هنا اي نوع من الايميلات الرسميه للمكان؟ تمام. يعني لو معناش الايميلات ديت يبقى يفضل ان احنا يتبعت لنا بس الايميلات بتاعت مركز البحوث الزراعيه الاي بي ادرس بتاعتها، بحيث ان احنا نضيفها واي حد من اي مكان هنا يدخل مثلا من المكتبه او الجهاز المتوفر في القاعه ويقدر ان هو يسجل. طيب لحد ما يحصل ده ازاي نقدر نسجل على بنك المعرفه على اي بوابه من دول؟ ممكن نسجل على بوابه الطلاب والمعلمين، هي برضو عليها عدد كبير جدا من المصادر، اقل شويه فعلا من الباحثين، بس المصادر دي ممكن ان هي ما تفيدش حضراتكم قوي. حاجه زي سايبال لو تسمعوا عنها، دي بتعمل ماتريكس على البحوث، دوله طلعت كام بحث،
جامعة كذا طلعت كام بحث، طب الباحث الفلاني طلع كام بحث واتعمل له سايتيشن من كام واحد، فدي ممكن ما تكون ما تفيدش حضراتكم. فده بس الفرق ما بين بوابة الباحثين وبوابة الطلبة والمعلمين. فلحد ما يحصل دوت ممكن ندخل من الانترنت على البيت العادي خالص ونبدأ نسجل حساب لينا على بوابة الطلاب. بعد كده لما الانترنت هنا يتضاف ممكن ان انتوا تعملوا ابجريد لبوابة الباحثين او ترقية للحساب على بوابة الباحثين. طيب تعالوا نشوف كده ايه البيانات المطلوبة عشان اقدر اسجل على بنك المعرفة على بوابة الطلاب. هلاقي بيطلب مني بيانات بسيطة خالص زي الاسم، اسم الاب، بعد كده البريد الالكتروني اللي هو اللي هيبقى اليوزر نيم بتاعي. بعد كده لازم يكون البريد الالكتروني ده ايميل شغال، ما كنش مثلا انا ناسي الباسورد بتاعته واجي اسجل بيه هنا، فلما اخلص تسجيل هيبدا يبعت لي الباسورد على الايميل ده، ايميل مقفول انا مش قادر اكسس عليه اصلا، فلازم يكون ايميل شغال. تمام. بعد كده بيطلب مني ان انا اكتب البريد الالكتروني مره ثانيه. هنا لازم اعمله تايب بايديا، مفيش كوبي اند بيست، عشان لو كتبت حرف او رقم غلط الاكونت هيروح لحد تاني، صح؟ عشان كده بيطلب مني ان انا اكتبه مره تانية بايديا. بعد كده بكتب هنا رقم التليفون بتاعي، بعد كده بختار من البانل دي تاريخ الميلاد بتاعي اللي هو بيتكون اليوم الشهر السنه، بختاره من هنا في كالندر بدوس عليها بختاره، مش مضطر ان انا اكتبه بايديا حتى. بعد كده بكتب الرقم القومي كامل بتاعي مكون من 14 رقم، ولازم تاريخ الميلاد اللي في خانه تاريخ الميلاد يوافق تاريخ الميلاد اللي موجود في الرقم القومي، لو في اي اختلاف ما بينهم مش هيقبل معايا التسجيل. كده خلاص خلصت مجموعه البيانات الاساسيه بتاعتي. ابدا املى بقى مجموعه البيانات الخاصه بالافيليشن بتاعي، انت طالب مدرسي ولا طالب جامعه ولا مدرس. انا في الحاله ديت هختار طالب جامعه لحد ما بوابه الباحثين يبقى فيه اكتيفيشن عليها، بعد كده اقول له انا متخرج مثلا من جامعه القاهره كليه زراعه قسم مثلا علوم نباتات الشعبه بتاعتي كذا، وبعد كده بعلم ان انا قريت الشروط والمواصفات بتاعه بنك المعرفه المصري وموافق عليها، وبنقل الفيريفيكيشن كود دوت في البوكس اللي تحتها، بقول له ارسال. خلاص كده سجلت الحساب بتاعي. قبل بس ما نخش على الخطوه اللي بعد كده، ايه الشروط والمواصفات بتاع بنك المعرفه؟ كلنا لما بنيجي نعمل سيت اب لبرنامج نيكست 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 مش عايزين نعمل بس في 30 ثانيه، هو هنا بيقول لكم ان انتوا تستخدموا المحتوى اللي موجود على بنك المعرفه بشكل ليجل او بشكل مظبوط. في بعض الناس يقول لك بنك المعرفه ده دفع فيه فلوس كتيره جدا ولو موجود النهارده ممكن ما يبقاش موجود جدا بكره، فنلحق ننزل بقى ايه كل الكتب اللي في الزراعه او كل الكتب الخاصه بعلوم النباتات او الخاصه بالطب البيطري قبل ما بنك المعرفه ده يقفل ونحطها على هارد ديسك، واول لما يقفل نبدا نستخدم الهارد ديسك. ده مش مظبوط تماما، يعني 90 او 95% من المحتوى اللي موجود على بنك المعرفه بيربيتشوال رايت، يعني حق امتلاك دائم لجمهوريه مصر العربيه. يعني لو صحينا الصبح لقينا بنك المعرفه ده قفل هنفضل نستخدم 90 او 95% من اللي موجود عليه بشكل مجاني تماما. الحاجه الثانيه بيقول لك ان انت ما تحطش اي سوفت وير يعمل سيستماتيك داونلود للكتب او للدوريات في موضوع معين. استخدم زي ما انت عايز، ان شاء الله تنزل 100 مقاله في اليوم، 200 مقاله، 300 كتاب، 500 كتاب، بس بشرط ان انت ما تعملش سيستماتيك داونلود. تدخل مثلا على كل الكتب اللي في علوم النباتات وتبدا تنزلها واحد ورا الثاني ورا الثالث. السوفت وير بيبدا يديتكت ان انت بتعمل سيستماتيك داونلود، ممكن يقفل لك الحساب بتاعك او الاي دي بتاعك، والحساب اللي بيعمل حاجه زي كده بيتقفل ما بيقدرش ان هو يسجل بالرقم القومي بتاعه مره ثانيه. تمام. ده بس مجموعه الحاجات اللي موجوده في الشروط والمواصفات. بعد كده زي ما قلنا بننقل الفيريفيكيشن كود دوت في البوكس اللي تحتيه وبنقول له ارسال. بيطلع لنا الرساله دي بيقول لنا خلاص التسجيل بتاعك على بنك المعرفه تم بنجاح، لو سمحت افتح الايميل بتاعك او البريد الالكتروني بتاعك. هتلاقي جالك رساله على البريد الالكتروني من بنك المعرفه المصري فيها اليوزر نيم والباسورد اللي انت سجلت بيه. بيقول لك ملحوظه مهمه جدا ان انت ممكن ما تلاقيش الرساله دي على الانبوكس، كل ايميل بيبقى فيه ثلاث او اربع صناديق، الصندوق الوارد، صندوق المهملات او الجانك ميل او السبام فولدر، ممكن تلاقي الرساله دي في الجانك ميل او في السبام فولدر. هتبدا ان انت تتشيك اول ما تخلص تسجيل تبص على الفولدرز ديت. تمام. تاني ملحوظه هنا بيقول لي عليها ان انا لازم اعمل اكتيفيشن للاكونت بتاعي خلال اول 72 ساعه او خلال اول 3 ايام. طيب ليه الاكتيفيشن دوت؟ وايه هو الاكتيفيشن اصلا؟ ان انا باخد اليوزر نيم والباسورد بتوعي بعمل بيهم لوجن او بعمل بيهم تسجيل دخول اول ما بيجوا لي على الايميل بتاعي. طيب لو ما عملتش تسجيل دخول اول 3 ايام ايه اللي هيحصل؟ البيانات بتاعتي على بنك المعرفه كلها هتتمسح واقدر اسجل مره ثانيه من اليوم الرابع.
طيب دي معمولة ليه؟ في بعض الناس وهي بتسجل ممكن تكتب حرف أو رقم غلط في الإيميل بتاعها، صح؟ فالأكاونت كده راح لإيميل تاني مش بتاعي أنا أصلا، فبالتالي مش هقدر أعمل له أكتيفيشن، مش هقدر إن أنا أستخدمه. عشان كده بنك المعرفة عمل موضوع الثلاث أيام دوت، إن أنت لو مفعلتش الحساب بتاعك خلال ثلاث أيام بيمسح لك البيانات كلها، لأن الرقم القومي بتاعك كان اتحجز خلاص، مش تقدر أنت تستخدمه مرة تانية. فبالتالي تقدر إن أنت بعد ما البيانات تتمسح تسجل مرة تانية حساب جديد. طيب شكل الرسالة اللي بتجيلنا من بنك المعرفة بيكون شكلها إيه؟ بتكون بالشكل دوت، فيها الاسم اللي أنا سجلت فيه، فيها الـ URL بتاع بنك المعرفة لو أنا مش حافظه، أو اللينك بتاع بنك المعرفة، فيها اليوزر نيم بتاعي اللي أنا سجلت فيه، سواء الميل الأوفيشال أو الميل الياهو أو الجيميل أو الميل العادي. بعد كده فيها الباسورد كمان اللي جات لي من بنك المعرفة، ولو واضحة لحضراتكم تكون بالشكل ده AB1F1B، صعبة شوية إن أنا أحفظها، صح؟ عشان كده أول خطوة بعد ما باجي أدخل على بنك المعرفة بيقول لي لو سمحت حط اليوزر نيم بتاعك، بعد كده حط الباسورد بتاعتك وبدوس على دخول أو ساين إن. أول ما بدوس على ساين إن هيطلع لي الشاشة هنا رقم 2 دي، بيقول لي لو سمحت حط كلمة سر جديدة تفضل إن أنت فاكرها باستمرار، غير كلمة السر الصعبة اللي جات لك على الإيميل ده. أحط أي حاجة فاميليار معايا بقى وأنا أعرفها أو بستخدمها باستمرار، أكتب كلمة السر هنا وأكررها مرة تانية وأقول له احفظ. يبدأ يدخلني بعد كده على الشاشة الرئيسية بتاعة بنك المعرفة. في ثلاث طرق بحث رئيسية ممكن إن أنا أستخدمهم على بنك المعرفة. أول حاجة من خلال قائمة المصادر هنا، ممكن أدخل عليها وأختار كل المصادر، بيبدأ يعرض لي الـ 30 ناشر اللي إحنا كنا بنتكلم عنهم والقواعد البيانات الموجودة تحت كل ناشر. أو إن أنا أعمل عملية بحث موحد هنا في كل المصادر الموجودة على بنك المعرفة، أكتب أي مصطلح أو أي عنوان مقالة أنا عايزه وابدا اعمل السيرش بتاعي اللي انا عايزه على بنك المعرفه. بس الطريقه دي طبعا يفضل ان انا اختار التخصص الموضوعي بتاعي قبل ما ابدا عمليه البحث، والا هيطلع لي كل المصادر اللي جت في الموضوع بتاعي سواء متعلقه بالهندسه او بالزراعه او بالصناعه. فالافضل طبعا ان انا اختار المجال البحث بتاعي، ده اللي هنشوفه دلوقتي بشكل عملي من على الموقع نفسه. الانترنت بطيء شويه فنحاول ان احنا نكمل من هنا. في البدايه خالص لو كتبت اي مصطلح هنا وبدات ان انا اعمل سيرش عليه هيبدا يسيرش في كل المصادر اللي موجوده على بنك المعرفه، سواء في الهندسه، في العلوم الاجتماعيه، في العلوم البحته. فانا مش محتاج كده، ده معمول اكتر للبحث اللي استفوده، ان مثلا كابي من اهم المصادر في الزراعه، او مثلا ان في كاتيجوريز معموله ان انا ابدا البحث فيها. فبختار افضل المالتي فيلد سيرش الموجوده تحت السيرش بوكس او البحث متعدد الحقول. اول ما بختارها بيبدا يطلع لي شاشه الواضحه قدام حضراتكم دي، بختار منها من اوبشنز هنا في سيرش سورسز او مصادر البحث، عشان اختار مصادر البحث اللي في الموضوع بتاعي. اول ما بختار هنا السيرش سورسز يبدا يطلع لي الشاشه اللي موجوده قدام حضراتكم دي. هو مختار بشكل افتراضي هنا بيبقوا 63 مصدر او قاعده بيانات، انا مش محتاج كل قواعد البيانات دي. ففي بوتون هنا بيبقى موجود احمر مكتوب عليه كلير اول، ببدا امسح كل المصادر دي وابدا اختار بقى التخصص بتاعي من هنا. انا مثلا دلوقتي عايز الحاجات اللي في الاجريكلتشر،
اختار الاجريكلتشر فيجيب لي مثلا ال 20 قاعده بيانات المتخصصين في الاجريكلتشر، او انا مثلا متخصص في الميديكال اختار الميديكال يجيب لي ال 35 قاعده بيانات المتخصصين في الميديكال وهكذا. فده طبعا افضل كتير ليا ان انا اعمل بحث في كل المصادر ويطلع لي ملايين النتائج اللي ما اقدرش ان انا اتصفحها كلها بشكل سليم. تاني حاجه ان انا ممكن برضو اعمل كلير اول واختار الببلشرز اللي انا عارفهم، لو انا عارف اسماء ناشرين معينين اختار من هنا مثلا كابي مع السفير فيجيب لي كل قواعد البيانات اللي تحتهم وابدا اعمل عمليه البحث دي فيها. او كمان ممكن اعمل فلتر على حسب نوع مصدر المعلومات اللي انا عايز استخرجه من قواعد البيانات دي. انا عايز ايه؟ عايز كتب ولا عايز مقالات منشوره في مجلات ولا عايز اعمال مؤتمرات ولا عايز سيزيس او رسائل جامعيه ماجستير ودكتوراه. فاقدر كمان اختار نوع المصدر اللي انا عايزه من هنا قبل ما ابدا عمليه البحث كل ده. في الاخر خالص بعد ما اخلص الاختيارات دي بدوس على ابلاي عشان يحتفظ معايا بالاختيارات دي. في كل مره اكون داخل من نفس اللابتوب او من نفس الجهاز من نفس البراوزر هيفضل محتفظ معايا بالاختيارات اللي انا اخترتها. بعد كده ببدا بقى اصيغ استراتيجيه البحث بتاعتي اللي انا عايزها. مثلا انا بعمل بحث مثلا عن الويت كروب والسيزز او محصول القمح والامراض اللي ممكن تصيب محصول القمح، واقدر اعمل ربط ما بين اكتر من مصطلح، اضيف اكتر من حقل بحث واربط ما بينهم باند او اور او نوت اللي هي معاملات الربط البوليني اللي كنا بندرسها في الرياضه في ثانوي عام زمان، اللي هي اند هتجيب لي كل اللي جه فيه المصطلحين مع بعض، استبعد اللي جه فيه ده لوحده واللي جه فيه ده لوحده. اور هتوسع لي نطاق البحث، هتجيب لي كل اللي جه فيه المصطلح الاولاني زائد كل اللي جه فيه المصطلح الثاني زائد كل اللي جه فيه الاثنين مع بعض. فدي برضو اقدر استخدمها بحيث ان انا اجيب عدد نتائج اكتر او عدد نتائج اقل على حسب اللي انا محتاجه في البحث بتاعي. هلاقي هنا شاشه النتائج بتتقسم لثلاث اجزاء. اول جزء موجود على اليمين، معلش طبعا انا بعتذر ان الشاشه مش واضحه قوي. اول جزء موجود على اليمين بيجيب لي هنا ريليتد كويريز او الابحاث ذات الصله اللي عملها ناس تانيين عن المصطلحات دي. لو انا محتاجها ممكن اعمل كليك عليها فيبدا يجيب لي النتائج عنها. تاني حاجه هنا بيجيب لي تعريفات للمصطلح اللي انا عملت سيرش عليه. لو انا عامل سيرش مثلا على اسم ديسيز معين ممكن هو يجيب لي تعريف كامل للمصطلح ده، مش من الويكيبيديا بقى زي ما كنا بنعمل لسه في المرحله الجامعيه الاولى، لا هنا جايب لي التعريف من الموسوعه البريطانيه مكتوب على ايد خبراء متراجعه ومعمول لها ريفيوز، فاقدر ان انا اخد التعريف منها. لو انا مش محتاج الجزء دوت اقدر ادوس على السهم الاحمر دوت فيبدا يوسع الشاشه بتاعت النتائج معايا. طيب نيجي بقى للجزء اللي على الشمال، هلاقي هنا موجود كل قواعد البيانات اللي انا عملت سيرش فيها، وجنب كل قاعده بيقول لي هو لقى فيها كام نتيجه بالظبط. مثلا هنا في الاول سورسز بيقول لي ان هو لقى 62,000 نتيجه، عشان انا حددت البحث بتاعي بشكل كبير جاب لي عدد نتائج اقل. بيقول لي مثلا ان انا لقيت في كابي 325 نتيجه، لقيت مثلا في دار المنظومه دي قاعده بيانات باللغه العربيه لقى فيها مثلا خمس نتائج، في ساينس دايركت لقى 400 نتيجه. فاقدر ادوس على اسم قاعده البيانات فيجيب لي ال 400 نتيجه اللي انا عايزهم، او اقدر ادوس على اول سورسز فيعرض لي ال 62,000 نتيجه وابدا الف الصفحات زي ما انا عايز. بس 62,000 نتيجه ده عدد كبير جدا صح؟ فاقدر اعمل له فلتر عشان اقلل العدد ده، اوصل ل 100 نتيجه او 50 نتيجه هم دول اللي انا اقدر اعتمد عليهم في البحث بتاعي. فعندي هنا مجموعه من الفلترز اقدر استخدمها. اول حاجه ان انا ممكن اعمل سيرش ويزن ريزلت، او اعمل سيرش داخل النتائج اللي هو استرجعها. مثلا انا كنت عامل البحث عن الويت كروب مثلا والديزيزز، فممكن اكتب له هنا اسم ديزيز معين فيبدا يجيب لي نتيجه معينه من ال 62,000 نتيجه اللي هو استرجعها. او كمان اقدر اعمل فلتر على حسب الكي ووردز، اقول له هات لي كل الابحاث اللي جه في الكلمات المفتاحيه بتاعتها كلمه مثلا كذا او كلمه كذا. او كمان اقدر اعمل فلتر على حسب الاوثرز، لو انا عارف اسم مؤلف معين بينشر في الموضوع ده اختار هنا الاوثرز فيجيب لي اسماء المؤلفين كلهم، ادوس على اسم المؤلف اللي انا عايزه يجيب لي كل النتائج اللي نشرها المؤلف ده. او كمان اقدر اعمل فلتر على حسب الييرز او السنين سنوات النشر، اقول له انا عايز كل الابحاث اللي اتنشرت في 2019، انا عايز اطلع على احدث حاجه اتنشرت في الموضوع ده، ادوس على ييرز فيجيب لي السنين كلها هنا اختار على 2019 يجيب لي كل الابحاث اللي اتنشرت في 2019. ما بيديش مدى، ما بيديش مدى يعني مثلا ما قلتوش مثلا في اخر 10 سنين من 2009 ل 2019. ممكن حضرتك تعمليها من الاوبشنز، نفس البوتوم بتاع الاوبشنز دوت قبل ما ابدا عمليه البحث اصلا، اختار السيرش ليميت واختار الديت اقول له انا عايز النتائج اللي من سنه كذا لسنه كذا. انما بعد البحث بقدر اعمل فلتر بس بسنه واحده. تمام؟
كمان ممكن اعمل فلتر باللغه، لو انا بكتب باللغتين العربيه والانجليزيه وعايز مراجع باللغتين اختار هنا اللانجويجز وابدا اختار ان انا عايز مثلا المصادر اللي باللغه العربيه واللغه الانجليزيه. دي مجموعه الفلترز اللي انا ممكن استخدمها عشان احدد البحث بتاعي واوصل لعدد معين من النتائج. طيب انا خلاص عملت تحديد وصلت مثلا ل 40 نتيجه وعايز ابدا بقى اشوف العناوين بتاعه ال 40 نتيجه دول او المستخلصات بتاعتهم عشان اتاكد فعلا انا هرجع للبحث دوت واذكره في البحث بتاعي ولا لا. فبيجي هنا بيديني التايتل بتاع البحث او الكتاب او الرساله اللي انا رجعت لها، بيديني مستخلص وافي عنه، مين المؤلف بتاعه، مين الناشر، نشر سنه كام، مستخلص كمان عنه لو انا عايز اعرضه بشكل كامل بدوس هنا ان هو يعرض لي المستخلص كله بشكل كامل عشان اقدر قبل ما ان انا انزل الفول تكست بتاعه. ولو لاحظتوا هنا ان انا مثلا كنت عامل سيرش عن الستيم سيل وحاطط الستيم سيل بين دبل كوتس او علامتين تنصيص عشان يعتبرها كمصطلح واحد، فزي ما انا كتبتها في البحث بتاعي هو مطلعها لي هنا بلون مختلف. شايفين كلمه ستيم سيل هنا اللون مختلف عشان انا كتبتها كمصطلح، فكتبها لي فعلا في العنوان، وكمان ان انا مختار ان هي تيجي في التايتل بتاع المقاله او الكتاب او الرساله فكتبها لي فعلا في التايتل بلون مختلف. طيب لو انا عايز اشوف النص الكامل بقى بتاع المقاله دي بضغط على التايتل بتاعها، اول ما بعمل كليك عليه بيبدا يوديني على الفول تكست بتاع المقاله ديت عند الناشر نفسه واقدر اعمل داونلود للبي دي اف. دي كده اول طريقه للبحث، في بعض الناس بيشوفوها معقده شويه بس هي بتفيد لو انا بعمل ليتريتشر ريفيو او مراجعه علميه للبحث العلمي للانتاج العلمي اللي اتنشر في الموضوع بتاعي، فبتفيدني كتير كده جدا بدل ما افتح تاب لكل ناشر وابدا اعمل البحث مره واثنين وثلاثه واربعه، لا انا في صفحه واحده بعمل البحث عند كل الناشرين واقدر ان انا اجمع النتائج كلها في شاشه واحده. طيب دي اول طريقه ممكن ان انا ما استخدمهاش الاقي ان هي مش مناسبه ليا. في طريقه ثانيه، طريقه للتصفح. في بعض الناس يقول لك لا انا عايز اعرف ايه اللي موجود في المجال بتاعي، ايه عناوين الكتب، ايه عناوين المجلات الموجوده في التخصص بتاعي. فانا على الشاشه الرئيسيه بتاع بنك المعرفه برضو في نص الصفحه هنا بنلاقي حاجه اسمها فيتشر سبجكت، بلاقي كل التخصصات الموضوعيه الموجوده في المعرفه البشريه. يعني مثلا هاي الارتس، البيزنس، اللايف ساينس، الساينس، الاجريكلتشر، الميديكال، السوشيال ساينس، الهيومانيتيز، فاقدر اختار التخصص الموضوعي بتاعي. هنا مثلا الاجريكلتشر هي تحت اللايف ساينس، فلو اخترت اللايف ساينس هيبدا يجيب لي كل الموضوعات الفرعيه اللي تحتها، اختار منها مثلا اجريكلتشر فيبدا يجيب لي كل الموضوعات الفرعيه اللي موجوده تحت الزراعه، اختار التخصص بتاعي واعمل كليك عليه. اول ما بعمل كليك عليه بيطلع لي لسته من بنك المعرفه بالشكل ده، فيها كل الكتب والدوريات والرسائل اللي اتنشرت في الموضوع ده. هنا مثلا في الموضوع اللي انا اخترته ل 1428 عنوان بيتكلموا عن التخصص ده، تمام. طيب اعرف منين العنوان دوت عباره عن جورنال ولا كتاب ولا رساله؟ انا قدامي عنوان حاجه بس مش عارف ده ايه، فقدام كل عنوان هنا بيحط لي انديكيتور حرف جي او حرف بي او حرف تي، جي فور جورنال، بي فور بوك، تي فور سيزس، تمام. بيديني العنوان بتاع الكتاب او الدوريه او الرساله، الاي اس ان او الاي اس بي ان ده بيبقى رقم تعريفي للكتاب او الدوريه، الناشر بتاعها مين بالظبط، التخصص الموضوعي اللي هي بتغطيه ايه، وكمان بيديني الامباكت فاكتور بتاع الجورنال، الليتست امباكت فاكتور اللي طالع من كلاريفيت اناليتكس اللي هم كانوا تومسون رويترز قبل كده. اقدر كمان اعرف هنا الامباكت فاكتور بتاع الجورنال دي كام بالظبط. طبعا بيطلب مننا واحنا بنعمل ابحاث ترقيه ان احنا ننشر في مجلات ليها امباكت فاكتور، فيفضل طبعا ان احنا نرجع لحاجه زي كده تعرفنا الامباكت فاكتور بتاع الدوريه. والشركه نفسها اللي بتعمل الامباكت فاكتور من ضمن الناشرين الموجودين على بنك المعرفه اسمها كلاريفيت اناليتكس، وهنشوف ازاي نوصل لها من الصفحه الجايه ان شاء الله. طيب لو انا محتاج اي تايتل منهم ان انا ادخل عليه كله بشكل كامل، بعمل كليك على التايتل بيطلع لي الشاشه اللي في النص دي بيقول لي الكتاب ده او الدوريه دي من الناشر الفلاني، لو عايز تدخل على الكتاب او الدوريه بشكل كامل اضغط على اسم الناشر او على اسم الببلشر. اول ما بعمل كليك عليه بيبدا يفتح لي الدوريه كلها بشكل كامل، واقدر هنا اتصفح كل الاعداد بتاعتها على حسب السنين وانزل منها المقال اللي انا عايزه. دي كده تاني طريقه للبحث او للتصفح. في اي مشكله او اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب في طريقه ثالثه كمان للبحث على بنك المعرفه،
ان انا لو محتاج كتاب معين او عنوان دوريه معينه وعايز ابحث عليها، هل موجود على بنك المعرفه ولا لا؟ مش بيحصل يجي مثلا المشرف بتاعي او زميلي شغال معايا في نفس البحث يقول لي ده في كتاب عنوانه كذا، عايزين نجيب الكتاب دوت لانه مهم جدا في البحث بتاعنا، لازم ان احنا نرجع له. باخد العنوان بتاع الكتاب ده مثلا، والاقي هنا في حاجه في الاخر خالص اسمها Advanced Browsing، واقدر ان انا اخد التايتل دوت واحطه بين دبل كوتس او علامتين تنصيص عشان يطلع لي عنوان الكتاب ده بالظبط، وابدا اعمل سيرش عليه في الادفانسد براوزنج. لو لقى الكتاب ده هيقول لي الكتاب موجود عند الناشر الفلاني، تقدر تدخل عليه بشكل كامل وتنزل الشابتر اللي انت عايزه منه او تنزل الكتاب كله بشكل كامل. دي كانت اخر حاجه اللي هي الادفانسد براوزنج. طيب في نوع باحث رابع بقى مش محتاج ولا يعمل بحث موحد ولا تصفح ولا يعمل بحث عن عنوان كتاب، هو عارف مثلا كابي وعايز يدخل عليها على طول ويعمل السيرش بتاعه، او عارف ساينس دايركت وعايز يدخل عليها على طول ويعمل سيرش وينزل منها مقالات زي ما هو عايز. فيجي هنا من صفحه سورسز او صفحه المصادر ويختار هنا اللي هي متقسمه مصادر باللغه الانجليزيه، مصادر باللغه العربيه، بالفرنسيه، او ان انا اختار اول سورسز عشان يعرض لي كل المصادر الموجوده على بنك المعرفه. اول ما بختار اول سورسز بيبدا يطلع لي الشاشه اللي حضراتكم شايفينها دي، فيها كل الناشرين الموجودين على بنك المعرفة مترتبين بشكل هجائي، مثلا من ايه، مثلا ادم ماثيو، بعد كده هيومن اكلم، ده حاجة بتاع تشريح لطلب الطب، بعد كده في سينجيج كامبريدج، والاقي هنا كادي. طبعا في مصادر كتيرة تفيدكم، يعني غير كادي، هو كادي بس البطل بتاع النهاردة ده اللي هنتكلم عنه، انما هتلاقوا فيه كتب وهتلاقوا فيه دوريات مثلا في سبرينجر نيتشر، هتلاقوا فيه دوريات في ساينس دايركت. لو محتاجين ان احنا نعمل سيشن موسعه اكتر على المصادر دي في مره ثانيه، ممكن ان احنا نتكلم عليها في مره ثانيه بالترتيب طبعا مع الاستاذ الدكتور. طيب بعد ما بتضغط على اي مصدر من دول بيبدا يفتح معاك البلاتفورم، تبدا تصيغ استراتيجيه البحث اللي انت عايزها وتنزل منها الكتب او الشابترز او المقالات اللي انت عايزها. طبعا يعني انا هسيب الكلام ده بالتفصيل الدكتور سيد يتكلم عنه. دلوقتي لو في اي سؤال خاص ببنك المعرفه او بالتسجيل او اي سؤال متعلق ببنك المعرفه ممكن نجاوب عليه 5 دقائق. اتفضل. في خدمات موجوده في البنك المعرفه بالنسبه لنا، زي مثلا يعمل كده البلاجيريزم ده بيبقى عن طريق الجامعه اللي حضرتك تابع ليها او عن طريق اكاديميه البحث العلمي، تمام؟ ودي بتبقى خدمه مدفوعه تقريبا، بس بنك المعرفه مقدمها سواء لاكاديميه البحث العلمي او للمجلس الاعلى للجامعات مجانا، يعني هم ما دفعوش فيها حاجه، بس هو دي حاجات روتينيه مالناش دعوه بيها. انما بالنسبه للايديتنج، في ميل خاص بالخدمه بتاعه الايديتنج، ده خدمه مجانيه من بنك المعرفه بيقدمها للباحثين المصريين، ان انت بعد ما تكتب البحث بتاعك او المانوسكريبت بتاعك تقدر ان انت تعمل له مراجعه لغويه او مراجعه كمان للمعلومات اللي موجوده جواه، ده عن طريق ميل هكتبه لحضراتكم دلوقتي اللي هو ايديتنج editing@akb.eg. تمام. الخدمة ديت لازم يكون البحث بتاع حضرتك محدد الدورية اللي انت هتنشر فيها اسمها ايه بالظبط، يكون ما يزيدش عن 6000 كلمة، تمام، وحجم الفايل اللي هتبعته بتاع البحث نفسه ما يزيدش عن 10 ميجا، ويكون معاه اوفيشال ليتر من مدير المعهد او من رئيس مركز البحوث ان المركز موافق ان انت تقدم البحث بتاعك يتراجع دون ادنى مسؤولية تقع على المعهد او على المركز، مش هيتحمل اي تكاليف، دي كلها على بنك المعرفة. البحث بيروح وبيتراجع خلال اسبوعين او يعني ما بيوصلش لثلاث اسابيع، خلال اسبوعين بيتبعت لك ان خلاص البحث اتراجع وعليه التعليقات بتاعت الايديتور، بيحاول يجيب لك كمان ايديتور من جوه المجله اللي انت هتنشر فيها، عشان كده بقول لك لازم اسم المجله. تمام. ايه لازمته تدور بقى طالما يعني
المعهد؟ عشان نتاكد ان هو باحث من مصر تابع لمؤسسه بحثيه، مش وافد الخدمه دي معموله للمصريين بس. فدي حاجه بس ايفيدنس ان ده باحث تابع لمؤسسه. نعم. ده ينفع ايميل الرسمي بتاع في بعض الناس مش مسجله بالايميل الرسمي، مسجله بياهو او جيميل او هوت ميل. ما عنديش المعلومه بصراحه، بس هو تقريبا لازم تكون مسجله. طب لو بحث ما تقدمش مجله ليه؟ لو بحث ما هو طبيعي ان هو بحث ما تقدمش مجله، انا بقول لحضرتك ماني سكريبت، يعني حاجه لسه ما اتنشرتش. بقول ان انا عايز انشر البحث ده مع المجله اللي اسمها كذا، تمام، وهم بيبعتوا لي اديتور من جوه المجله ديت يراجعوا ويبعت لك التعليقات كمان عليه. المجله انا عاوز انشر فيه هو اوريدي بحث ما اتنشرش لسه، انا براجعه عشان انشره. لا يعني هو الفكره ان انا لسه ما بعتهوش المجله، فانا هقول لحضرتك المجله اللي انا نفسي ابعت فيها. حضرتك بالظبط الخدمه دي بتتعمل بره، يعني لو بتعمليها من المجله نفسها بيبداوا يحاسبوني بالكلمه، يقول لك كل 100 كلمه مثلا بعدد قد كذا دولارز. فانت دلوقتي بتاخد الخدمه دي مجانا عن طريق المجله نفسها برضه. وحضرتك هتراجعه مجرد مراجعه لغويه ولا في الاثنين؟ حضرتك بتحدد انت عايز ساينتفك اديتنج ولا لانجويج اديتنج. انا اللي هحدد. انت اللي تحدد، بس ما بتاخدش الاثنين مع بعض، هي حاجه واحده. انا لو مثلا عملت ايميل لمؤسسه اكونت بايميل خاص بتاعي عاوز اغيره حضرتك في اي وقت بتقدر تدخل على الموقع نفسه وتعمل ايديت وتبدا ان انت تحط الايميل الجديد بتاعك، او بتبعت للسبورت لو انت شايف الموضوع صعب شويه، بتبعت للسبورت وبيبدا ان هو يغير لك اليوزر نيم بتاعك. انا لو دخلت على الاكونت بتاعي نفس المشكله واغير بالظبط. وبس بالنسبه لدي احنا حاولنا فيها، يعني حاولنا نعمل ابجريد لنفس الايميل. تعمل تعمل ابجريد ولا تعمل تغيير للميل؟ لا ابجريد للميل انه يبقى بحث يعني. طيب في حاله ان احنا لو جربنا حاجه زي كده وما مشيتش معانا ممكن تبعتوا لي على الميل دوت. www.mohamed@limsegypt.com. طب حاجه ثانيه، لو قابلكم اي مشكله وانتم شغالين ابعتوا لي على الايميل دوت، انا من السبورت برضو ممكن انا اساعد حضراتكم. اتفضل. بالنسبه للكليفلاند اللي هي مسؤوله عن الامباكت فاكتور، انت موجوده على بنك المعارف. الكليفلاند المسؤوله عن الامباكت فاكتور، شركه مسؤوله عن الامباكت فاكتور اسمها كلاريفيت اناليتكس، في نفس صفحه السورسز ديت. نفس الصفحه ديت هتلاقي فيه اللوجو بتاعهم اللي هو كان تومسون رويترز قبل كده، دلوقتي بقى اسمها كلاريفيت اناليتكس. هتلاقي الصفحه موجوده وفيها حاجه اسمها جورنال سيتيشن ريبورت او الجي سي ار دوت، اللي بتقدر تدخل تكتب اسم المجله تعرف فيها امباكت فاكتور ولا لا. ممكن ايميل تاني لو اي اسئله تانيه؟ اتفضلي يا دكتوره. هي الشركه اللي بقول لحضرتك عليها دي. هي اسمها كلاريفيت اناليتكس، في حاجه جواها اسمها جورنال سيتيشن ريبورت، بدخل بالايس ان او بعنوان المجله بكتب اسم المجله
لو هي ليها امباكت فاكتور بيطلع لي في الصفحه بتاعتها ان هي في سنه مثلا 2018 كان ليها امباكت فاكتور كذا، 2017 كان ليها امباكت فاكتور كذا. لو ما لهاش مش هيطلع لي اي بيانات عنها. حتى لو هي كاتبه على الموقع بتاعها ان هي ليها امباكت فاكتور يبقى دي مجله فيك، والموضوع ده بيحصل اكتر في المجلات الهنديه. اس جي ار ده معامل تاني من شركه تانيه اسمها السبير، بيطلع على سكوبس. الشرط ممكن تكون المجله ليها اس جي ار بس ملهاش امباكت فاكتور. طيب في سؤال، انا مثلا كنت بنشر، دينا جالها ردت عليا وقالت لي ان انا ما بتعاملش مع الابحاث الفرديه، انا بتعامل مع الابحاث مجمعه، يعني مثلا هل يقصد المركز كله يبعت ابحاث وهو يحكمها؟ لا، هي بتتكلم ان هي ما بتقبلش ابحاث من فرد واحد، اللي عايزه فريق بحثي. فريق بحثي بينشر كده. فريق بحثي بكذا بحث؟ لا، هو بحث واحد. هو البحث الواحد اللي انا بعتاه كان في مجموعه ناس مش لا، يعني هو حضرتك البحث السنجل اوثر، السنجل اوثر هم بيتكلموا على ايه؟ ان انا مثلا عندي بحث انا كاتب عليه ايوه، بس هو ده السنجل اوثر العام. لما تيجي تبص في محتوى البحث هتلاقيني عملت ايه؟ زرعت نباتات اجرونوم، وبعدين خدت عينات من النباتات دي رحت حللت فيها انزيمز او حللت فيها كذا فيزيولوجي، وبعدين خدت الكلام ده رحت شفت فيه مش عارف تريسز من مش عارف ايه بتاع شغل بتاع مبيدات وكلام من ده، يبقى انا كده لوحدي اشتغلت ثلاث تخصصات. فهو بيقول الباسبر تو ده احنا ما بنعترفش بيه، اللي هو بتاع كله. احنا عايزين البحث يبقى في واحد بتاع اجرونومي، واحد بتاع فيزيولوجي، واحد بتاع مبيدات، فيبقى ده عمل الحته دي وده عمل الحته دي وده عمل الحته دي. هو ده القصد من اللي حضرتك بتقولي عليه. فدول بيشوفوها مصداقيه. احنا عندنا هنا في مصر على فكره احنا سويتش، بره كل ما زاد عدد الناس اللي على البحث زادت قيمته، وكل ما قل عدد الناس اللي على البحث قلت قيمته. احنا عندنا العكس تماما، كل ما يزيد العدد على البحث بيقل، وكل ما بيقل العدد بيزيد. فهي يعني سميها الحاجة التانية بالنسبة للإمباكت فاكتور برضه عشان تبقى الموضوع واضح بالنسبة لنا، احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في ان احنا في النشر. يعني انا كعضو لجنة الترقيات بيجي لي ناس يقول انا عندي نشر دولي، فتيجي تبص على المجلات اللي هو نشر فيها. انا هقول لكم على سر انا بعمله دايما، لما بيجي لي ابحاث احجمها وبيقول لي نشر دولي وبيقول لي المجلة ديت اسمها مش عارف جورنال اوف مش عارف بيزنس اند ديزيزز اوف مش عارف ايه، وبخش على الصفحه بتاعتها ولا هي صفحه عاديه جدا، صفحه انترنت اي واحد فينا ممكن ينشئها، وفيها التيرمز وفيها كل حاجه. وبعدين بعد كده انا كل اللي ببص عليها ببص على كلمه كونتاكت اس. كونتاكت اس ديت اللي هي ازاي ان انا اقابلكم. هتلاقوا تحت كونتاكت اس ديت حاطط لك تليفونات وحاطط لك عنوان بريدي، وممكن تلاقي المجلة هندية والعنوان البريدي بتاعها في امريكا على فكرة، وعامل نفسه امريكاني. بروح عامل ايه؟ بروح داخل على جوجل مابس ومدخل العنوان ده، الاقي نفسي في وسط غابة. يعني العنوان اللي هو قاله ده بيبقى في وسط غابة موجودة في امريكا، يعني in the middle of nowhere. خلاص كده؟ فبتعرف منه ان المجلة ديت ما هياش كذا. فاحنا مش فكرة ان انا اروح ادفع 100 دولار وبياخدوا 100 دولار، و100 دولار دي مش رقم صغير، ودلوقتي بتهيألي اقل حاجه 150 او حاجه زي كده، ده مش رقم صغير ابدا. هو بياخدها مني واصبحت موضه في الهند وباكستان، وبتنتقل للصين بشكل مقنن شويه. يعني برضو المجلات الصينيه ابتدت تعمل الايه؟ ابتدت تعمل الحركه دي، واحنا الضحيه اللي بتقع في هذا الايه؟ في هذا الفخ. المجلات المحترمه الثانيه الامباكت فاكتور بتاعها دوت ما هواش فيكسد، ده بيطلع وبينزل. امباكت فاكتور كم واحد قراني، كم واحد خد ابحاث من عندي، كم واحد سايتد الابحاث بتاعتي، كم واحد الابحاث بتاعتي مين اللي اتعمل له داونلود اكتر او كان دايما عليه شغل اكتر، هو ده اللي بيحدد الامباكت فاكتور. فعشان كده بتبقى اب اند داونز، لان مش معقول ان انا احافظ على نفس الناس الكويسين هم اللي على طول بينشروا عندي، او على نفس الايه، او على نفس المستوى. احب اقول كلمه صغيره كده تقديمه، انا يعني عفوا انها فاتتني، للدكتور سيد، الدكتور سيد مشاحيد، دكتور في يعني يعتبر في الاجرونومي وفي المولكيولر بيولوجي. هو دكتوراه من جامعه
امريكان ومن الناس اللي خدت بوست دكتور في نورث كارولينا وخدت بوست دكتور في فيرجينيا تيك في امريكا برضو. وكان لي الحظ في يوم من الايام ان انا كنت يعني كنت في بوست دكتور في امريكا وكان دكتور سيد كان لسه في الدكتوراه فانا اعرفه من زمان وعارف الدكتور سيد يعني من الناس اللي الواحد بيفخر بمعرفتها وكان راجل دؤوب على العلم وكل ما يشوفني يقعد يتكلم معايا في مواضيع كده يعني احنا معايا خاصه بالعلوم وكده يعني. هو جه دلوقتي وزي ما قلنا ان هو بقى المستشار او الكونسلر بتاع الكابي في مصر واتمنى له التوفيق في مهمته وانا متاكد ان شخصيه زي شخصيه الدكتور سيد شخصيه دايما النجاح حالفها بالتنظيم وبالعلم اللي عنده. كفاصل كده ودلوقتي هسيب الكلمه بقى للدكتور سيد نسمع منه المحاضره بتاعته. شكرا جزيلا دكتور ايمن. سيد مشاحيد زميلكم واخوك الصغير وتلميذ كتير من الاساتذه اللي موجودين يعني مش بعيد على الناس. طبعا انا يشرفني ان انا اكون موجود معاكم النهارده. دي اول مره ليا في مركز البحوث الزراعيه. جيت قبل كده عشان اخد بذور واشتغل بيها في شغل الماجستير قبل ما امشي. والناس يعني مش عايز اقول لحضراتكم الانطباع اللي ما زال محفور يعني زي ما يكون محفور في الصخر يعني الترحاب والمساعده والحرص الشديد ان الناس تساعد واللي ما يقدرش يساعد بنفسه يشوف لك حد يساعدك. فالصراحه كانت تجربه رائعه يعني. كان الكلام ده بقول في 2007 2008 لكن ما زلت فاكر اليوم وما زلت فاكر الوجود يعني. فانا سعيد ان ابقى موجود في وسطكم النهارده وان شاء الله ما تكونش اخر زياره وما يكونش اخر تعاون بيننا وبين بعض. انا بياناتي زي ما موجوده في الورقه اللي مع حضراتكم. لو حد عنده اي استفسار او محتاج اي مساعده فنيه او تقنيه تخص كابي تليفوني موجود في اي وقت وايميلي موجود في اي وقت. التليفون موجود على واتساب فبرضه لو حد حضراتكم يحب يتواصل بالواتساب ده برضه متاح وده يشرفنا ويسعدنا. النهارده ان شاء الله انا يعني مش هقدر اتكلم على بنك المعرفه بعد الكلام الجميل اللي قاله الاستاذ وليد. انا بس عايز اقول ان بنك المعرفه حاجه من الحاجات اللي انا شخصيا سعدت جدا 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 لما شفتها. من الحاجات اللي كانت بتؤخذ علينا لما تيجي تبعت بحث كان يقول لك البحث ده جاي من مصر دول بيسرقوا الابحاث. ده بيشوفوا باسورد ويوزر نيم مضروبين لقواعد البيانات ونزلوا من عليها الابحاث. فكانت صورتنا وحشه وتبقى عامل شغل كويس جدا بس الناس عشان شايفه البحث جاي من مصر ومفيش مظله كبيره زي بنك المعرفه بتتيح الابحاث لينا كنا بنتظلم. وكان في ناس كتير مننا تبقى يعني عامله شغل زي الفل وتبعته ونظرا للبايس او التحيز ضدنا كان الشغل اترفض لهذا السبب. فبنك المعرفه يعني غير الصوره دي تماما. بقيت اول حضرتك ما تفتح يتقال لك على الرحب والسعه اتفضل انت من مصر وبلدك دفع الاشتراك بدالك. فدوري انا النهارده او وجودي النهارده ان احنا ازاي بقى نعظم استفادتنا من بنك المعرفه ومن المصادر اللي متاحه عليه. خاصة المصادر المتاحة من خلال مؤسسة كابي. ناس كتير زي يمكن ما كانوش يسمعوا عن كابي غير لما قابلت حد منهم وشفت الشغل الجميل. مؤسسة دولية غير هادفة للربح عمرها أكتر من 100 سنة. نشأت باتفاقية دولية تابعة للأمم المتحدة بتضم تحت مظلتها 49 دولة في كل قارات العالم. زي ما احنا شايفين انه بما ان هم غير هادفين للربح فكل شغلهم بيبقى مبني على التمويل اللي جاي من مؤسسات دولية ومؤسسات خيرية بهدف مساعدة الناس البسطاء اللي ما عندهمش أكسس للمعرفة لمصادر المعرفة. ناس عندها مرض شديد بيصيب محصول بيمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائي بتاعه من غيره مش هيعرفوا ياكلوا. فخاصة في دول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا. فهنلاقي إن مصادرهم كبيرة وشاملة مؤسسات دولية كبيرة وفيها شركات زراعية طبعا كبيرة. الميشن بتاع كابي ان هي بتحاول انها تحط المعرفة في ايدين الناس اللي محتاجاها.
خاصة الناس اللي ما تقدرش توصل للمعرفة بنفسها. بيحاولوا انهم يساعدوا الناس انهم يحسنوا حياتهم من خلال انهم يتعلموا ويبقى عندهم الخبرة اللي تساعدهم على متطلبات حياتهم اليومية. عشان كده كابي نشاطها بيغطي الزراعة وعلوم الحياة بشكل عام، بما فيها الصحة العامة، بما فيها البيطري، بما فيها الشق الخاص بالإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي. فكل ما يمس حياة مزارع سواء في بلد زينا نامية أو في بلد من الدول زي دول أفريقيا اللي محتاجة مساعدة شديدة. هم ساينس بيست أورجانيزيشن، فكل شغلهم مبني على العلم والمعرفة. الحاجات اللي بتقدمها كابي بتندرج تحت ثلاث قطاعات. اول حاجه المشاريع العلميه والكونسلتنسي اللي هي الاستشارات. نلاقي مثلا في مرض عامل مشكله كبيره في الفول السوداني مثلا في اوغندا. الامم المتحده تقول لكابي احنا هنديكوا تمويل، انزلوا حلوا لنا المشكله دي على الارض. فيبقى في فريق بحثي شغال على الارض يشوف المشكله تتحل ازاي، ابعادها ايه الاجتماعيه، ابعادها ايه العلميه، ابعادها ايه الاقتصاديه، ويحطوا باكج على بعضها بحيث ان في النهايه المشكله تتحل حل جذري يتماشى مع ثقافه الناس اللي موجوده لكنه قائم على العلم وعلى المعرفه. الدور ده لكابي للاسف مش موجود في مصر بحكم ان مصر لسه ما بقتش عضو. فنتمنى ان شاء الله ان احنا بالتعاون مع اساتذتنا ومع جامعاتنا ومراكزنا البحثيه ان احنا نبدا نفكر في ازاي نتعاون مع كابي في الدور ده، وازاي نقدر نستفيد من خبرتهم الطويله في الدول الكتير ونقدر نفيد الناس عندنا في مصر في النقطه دي. الدور الثاني اللي كابي بتقوم بيه هو الخدمات الخاصه بالميكروبات. هم عندهم مكتبة كبيرة فيها عزلات فطريات وميكروبات متعرفة ومتخزنة ومتسجلة. لو عايز الناس لما تحب تعمل بحث وعايزة حاجة يعني ايدنتيفايد وسيرتيفايد يعني تقدر تعمل بيها البحث وانت قلبك جامد، هم من الاماكن المهمة جدا في المجال، خاصة بالانتشار الكبير في كل قارات العالم. عزلت عزله وعايز تسجلها وعايز تحفظها، ده برضو حاجه من الحاجات اللي ممكن الناس تقدر تتعاون فيها مع كابي. الدور اللي كابي بقى بتقوم بيه بشكل كبير جدا واللي هيكون محط اهتمامنا النهارده هو دورهم في النشر العلمي. كابي دورها في النشر العلمي بينصب على اربع حاجات. اول حاجه كاب ابستراكت او كاب دايركت اللي هو قاعده بيانات كابي للابحاث العلميه. القاعدة دي من أكبر قواعد البيانات الزراعية في العالم إن لم تكن الأكبر على الإطلاق، هي الأكثر تخصصا، عشان كده ما ينفعش تعمل بحث من غير ما تكون اتأكدت إنه مش موجود عند مين، إنه مش منشور على كابي، عشان ما نعملش البحث ونلاقي في الآخر إن فيه شغل زيه أو قريب جدا منه اتعمل قبل كده. الجزء الثاني الكتب العلمية، عدد ضخم جدا من الكتب العلمية المتخصصة اللي متاحه لينا كمصريين. الحاجتين دول متاحين لكل الباحثين المصريين مجانا من خلال بنك المعرفه، بتنزل الفول تكست كامل، مفيش حاجه بتبقى محجوبه عنك، يعني ده اكسس كامل فول اكسس للكتب للابحاث العلميه وللكتب العلميه الالكترونيه. الحاجتين التانيين اللي كابي بتقدمهم بس لسه مش متاحين من خلال بنك المعرفه، الكومبانديا اللي هي الملخصات التطبيقية المتخصصة زي كتيبات الإرشاد اللي احنا بنروح نجيبها من الإرشاد عشان نتعلم كل ما يخص محصول معين بالهدف الايه؟ بهدف تطبيقي، مش بس ان احنا نقرأ ونتعلم. الحاجة الثانية هم شاطرين جدا 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 في التعلم الإلكتروني. كابي بحكم ان دورها على الأرض لمدة نقدر نقول 100 سنة في 50 دولة، كانوا بيعملوا حاجة اسمها بلانت وايز. ده بيعمله من خلاله بلانت ديزيز كلينكس، يعني عيادات امراض ومشاكل النبات. بينزلوا على الارض يعملوا معسكر ويدربوا الناس على ازاي يشخصوا مشاكل الامراض بتاعه نباتاتهم. مع الوقت طوروا عضلوا ده بالصور، لانك مش كل ما هتنزل هتلاقي كل الامراض، فبقى عندهم مكتبه كبيره للصور
اللي متاخده تحت ظروف الحق، مش الصور النموذجيه اللي بنلاقيها زي ما بندرس في محاضراتنا وفي سكاشننا، لا، الصوره اللي فيها ظروف الارض ومشاكل الارض، الصوره غير النموذجيه لكنها متشخصه تشخيص دقيق ومتعرفه تعريف صحيح. فبداوا يحطوا الصور دي مع بعضها ويعملوا كورس الناس تشوف صور وتشخص منها بجانب العينات الحقيقيه. مع الوقت بقى احنا عندنا الصور بس مش كل الناس تقدر تجي لنا في العيادات اللي احنا بنعملها، طب ما تيجي نعمل كورس اونلاين. فعملوا كورس اونلاين رائع جدا وممتاز. مع الوقت بقى الناس اللي بتدرس الكورس اونلاين فقدت لمسه الارض، ما بقوش موجود في الفيل. فقال لك لا احنا نعمل سيميوليتر، فتجيب خبره الارض كانك ماسك الورقه بتاعت النبات، تقربها كانك بتبص عليها من قريب وتبعدها وتلفها، تقطع في ساق النبات عشان تشوف في تلون في الوسط ولا مفيش، تحطها في محلول مائي عشان تشوف في بكتيريا ستريمينج ولا مفيش، تقطع عشان تشوف اطوار الحشره جوه الساق موجوده ولا مش موجوده. وراحوا حاطين كل دول كده مع بعض في باكج واحده سموها بيست سمارت دايجنوستيك. ده مقرر الكتروني بيتكون من الكورس الاونلاين معاه ليرنينج جايد او كتيب بي دي اف في جزء كبير من المعلومات اللي بتاخدها من الكورس عشان تقدر ترجع لها في اي وقت على تليفون او اي حاجه، والسيميليشن اب او الابلكيشن اللي بتبقى على تليفون حضرتك او حضرتك، نقدر نمرن نفسنا على التشخيص كاننا واقفين في الارض بالظبط. طبعا المدى الواسع بيخلي ده قيمته التطبيقيه عاليه جدا. الحاجتين دول في ناس كتير من مصر طلبوا من كابي انها تتيحهم للمستخدمين المصريين، وكابي جزء من هدفنا من التور اللي احنا بنعمله بكل الجامعات المصريه وكل المراكز البحثيه ان احنا نعرف الناس بالحاجتين دول ونسال رايهم هل هم شايفين دي حاجه مفيده بنك المعرفه المفروض يشترك لنا فيها ويتيحها للمستخدمين المصريين ولا لا. لو هي حاجه مفيده بنك المعرفه هيزود اشتراكه بقدر صغير وتبقى متاحه لكل الناس، لو هي حاجه مش مفيده يبقى نوفر فلوس بلدنا من ايه؟ ما نشتركش فيه. عشان كده ان شاء الله من خلال ورشه العمل بتاعتنا النهارده هيبقى في لينك للتسجيل هنعمل لحضراتكم بيه شهادات، وهيبقى في لينك للفيدباك ناخد راي حضراتكم في الحاجات اللي انتم شفتوها النهارده، وهل انتم تنصحوا بنك المعرفه انه يشترك لنا فيها ولا لا. انا هستاذن دكتور ايمن هيبقى يبعت الحاجه دي لحضراتكم، واحنا برضو هنبقى نبعت لحضراتكم شهادات المشاركه لكل واحد على الايميل الخاص بيه. برضو عشان قبل ما انسى، كل المحتوى التدريبي بتاع النهارده هيتبعت لحضراتكم على الايميل بمجرد التسجيل الالكتروني. فكل حاجه انا بعرضها وكل حاجه ان شاء الله الاستاذ وليد عرضها هتبقى في متناول حضراتكم وتقدروا ترجعوا لها في اي وقت. كاب ابستراكت اول حاجه هنغطيها في حوالي 12 مليون ريكورد، يعني 12 مليون بحث. 80% منهم موجودين بس عند كابي، مش موجودين في اي قاعده بيانات ثانيه. من حوالي 3600 ببلشر من 120 دوله، يعني الابحاث معموله في 120 دوله. الميزه في كابي كمان انها بتنشر باللغات المحليه عشان الهدف ان الناس تقرا وتتعلم، فمش كل الحاجات موجوده باللغه الانجليزيه. فاللي فينا عايز يكتب بلغه الام وينشر يقدر يعمل الكلام ده ويتعاون معانا ومع كابي بحيث ان احنا نخلي المعرفه متاحه للمستخدمين. القاعده دي بتزيد كل سنه بحوالي 3,350,000 بحث بينضافوا كل سنه للرقم الاوريدي كبير اللي حضراتكم شايفينه. قبل بس ما نشوف هنبحث عليه ازاي، هنراجع بسرعه على قواعد البحث اللي الاستاذ وليد مشكورا مر عليها بسرعه. في ناس كتير مننا لما تيجي تبحث ما بتدورش صح. انا مثلا يعني اخدت كتير على ما اتعلمت ازاي ادور بالطريقه السليمه اللي تخليني اوصل لعدد القليل من الابحاث اللي في النقطه اللي انا ببحث عنها، وما ضيعش عمري في ان انا ادور في 10,000 بحث على البحثين 3 4 اللي مرتبطين بالنقطه اللي انا عايز اشتغل عليها. الاول كنت بقضي اسبوعين ثلاثه على ما اطلع لسته مختصره من الابحاث، دلوقتي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم ان بقى عندنا حاجه زي بنك المعرفه، ده بضغطه زرار تقدر تعمله في 5 دقائق تلاقي نفسك صفيت الدنيا خالص للنقطه البحثيه اللي انت عايزها. لقيت حد عامل الشغل اللي انت عايزه يبقى ما تضيعش مجهودك وميزانيتك. ما لقيتش حد عامل الشغل اللي انت عايز تعمله يبقى خلاص تشتغل وقلبك جامد.
حد عامل حاجة قريبة، يبقى أنت ما تقررش، تقدر توجه شغلك البحثي بحيث إنه يغطي النقطة اللي فيها جاب بالفعل، بدون ما يكون في مساحة كبيرة للأوفرلاب بينك وبين شغل الناس اللي اللي اتنشر قبل كده. هنمر سريعا على إيه اللي بنعمله عشان نبحث من باب التذكير، من باب أذكر يعني. أول حاجة حضرتك بتحط العنوان. ده شخص عايز يتكلم على الرياضة، على المجهود الرياضي، تأثيره على المسنين وإصابتهم بالزهايمر أو الديمنشيا. بيعمل إيه؟ بياخد الكلمات المفتاحية بس الثلاثة الرئيسيين، بقية أدوات الربط مش مهمة، يحط مرادفاتهم كلها عشان مفيش بحث يفلت منك لمجرد إنه استخدم كلمة مختلفة. فتلاقي كل المرادفات بقت إيه؟ محطوطة. الكلمات اللي شبه بعضها زي exercise, exercising, exercises، تاخد المقطع المتشابه وتحط asterisk يجيب لك كل الكلمات اللي فيها المقطع ده. الكلمات اللي فيها كلمتين زي stem rust، stem لوحدها لها معنى ورست لها معنى، لا تحطهم ما بين quotations عشان ما يضيعوش. لو بتدور على كلمتين بس ما يكونوش لازقين في بعض تحط edge 3 يجيبهم لك، لو هم في نفس الايه الابحاث، لو هم في نفس الجمله، لو في التايتل ولا حاجه. بالشكل ده حضرتك تقدر تدور على الابحاث اللي فيها ده او ده، اي كلمه من دول او اي كلمه من دول او اي كلمه من دول. يبقى انا ما بين دول وبين بعض بستخدم اور، يبقى ده او ده او ده او ده، وما بين دول مع بعض بقول اند، يبقى لازم يكون في كلمه من هنا، لازم يكون في كلمه من هنا، لازم يكون في كلمه من ايه؟ من هنا. التوليفه دي كده على بعضها تديك اي بحث اتكلم على الثلاث حاجات دول مع بعض، ايا كانت الايه؟ ايا كانت ووك ووكينج الاستريك تجيبها لك، فيزيكال واكتيفيتي بس مش جنب بعض، ماشي؟ بالشكل ده تقدر تلخص العدد الكبير المهول من الابحاث لعدد قليل في صميم النقطة البحثية. تعالوا نشوف انا لما جيت اطبق ده البحث من الابحاث اللي انا بشتغلها عملت ايه. انا بشتغل على تلوث الهواء بالاوزون، ودي مشكلة كبيرة في مصر، وتأثيره على الليف راست في القمح. التايتل افكت اوف امبيانت اوزون اون ليف راست اونلي. هاخد الامبيانت اوزون، الناس ساعات تكتبها اوزون بس، ساعات تكتبها او 3، ساعات تكتبها امبيانت اوزون، ساعات تكتبها اليفيتد اوزون، ساعات تكتبها تروبوسفيريك اوزون. بحطهم كلهم الكلمتين، لازم احط علامتين التنصيص عشان يجيبهم لي كفريز على بعض، مش كل كلمه فيهم لوحدها. ليف راست، براون راست، احط الاسم العلمي بتاعه القديم والجديد عشان ما بقاش بدور على الحاجات اللي نشرت بالاسم الجديد بس، فالاسم القديم يبقى الابحاث اللي نشرت بالاسم القديم تبقى فلتت مني. القمح اسمه، الاسم العلمي بتاعه. بالشكل ده انا حطيت ايدي على، انا عرفت السيرش انجن انا بدور على ايه بالظبط، فياخدني مباشره للنقطه اللي انا ايه اللي انا بدور عليها. لو انا عايز ادور ده على الموضوع ده على كاب ابستراكتس اجيبها منين؟ اروح على الامبريلا الجميله بتاعتنا بتاعت كل المصريين اللي هي ايه؟ اللي هي بنك المعرفه، اللي المفروض نبقى عارفين اليو ار ال بتاعه زي اسمنا، ekb.eg بتاع المصريين كلهم، بنك المعرفه المصري. زي ما اتفقنا ان احنا بنعمل ساين ان على بنك المعرفه المصري باليوزر نيم والباسورد بتاعنا اللي احنا عاملينه بايميلنا الرسمي اللي احنا عاملينه، وبقول له ساين ان. أستاذ وليد مشكورا، ورانا كل الطرق اللي احنا بندور بيها. احنا بنستخدم الطريقة اللي هي انت عارف نفسك بتدور على ايه. فبنروح على فين؟ بنروح على ريسورسز اللي هي المصادر، اجيب منها انجلش ريسورسز اللي هي المصادر اللي باللغة الانجليزية، زي أستاذ وليد ما قال لنا كده. حضراتكم شايفين بنك المعرفة ما شاء الله، الله أكبر، يعني مشترك لنا في حاجات كنا بنحلم ان احنا يبقى معانا اليوزر نيم والباسورد بتاعه، وكنا بنجيبها بصعوبه. من ضمنها كاب، زي ما اتفقنا
ما ينفعش تبقى بتعمل شغل زراعي من غير ما تدور على النقطة البحثية بتاعتك على قواعد بيانات كاب، لأن دي أكبر قاعدة زراعية متخصصة في المجال الزراعي. في حاجتين من الخدمات الكتيرة اللي كاب بتقدمهم متاحين من خلال بنك المعرفة. الحاجة الأولى اللي هي كاب أبستراكت من أول ما بقى أفيلابل من سنة 73. والحاجة الثانية اللي هي الكتب الإلكترونية، وهناخدهم واحدة واحدة سريعة. لو فتحنا كاب أبستراكت هنلاقيه متاح من خلال أوفيد سيرش إنجن. النت اشتغل الحمد لله مفتوحة اهي. بالطريقة التقليدية أنا كنت باجي رايح على في السيرش انجن ده في السيرش بار واجي كاتب ايه؟ على قد ما انا عارف effect of ozone on leaf rust of wheat، واجي دايس سيرش. عمل لي سيرش في ال 12 مليون ريكورد اللي موجودين على كاب ابستراكت. كم بحث؟ 10,000 وشوية. ماشي؟ محتاج بقى اقعد افلتر فيهم واضيق فيهم واصغر فيهم لحد ما الاقي الشوية اللي انا ايه؟ اللي انا عايزهم. الوقت والمجهود بقى اللي انا هبذله في النقطة دي انا ممكن ابذله في ان انا اكون قريت الابحاث وخلصتها وشفت شغلي واتحركت لقدام. طب ده اعمله ازاي؟ بدل حضرتك ما تعمل التراديشنال سيرش العادي ده اللي هو البيزك سيرش يعتبر، لا احنا بنعمل حاجة اللي هي مالتي فيلد سيرش اهي. زي ما حضراتكم شايفين راح عامل لي ثلاثة بارامترز. انا بدرس تأثير حاجة على حاجة باستخدام انديكيتور، صح؟ ثلاث حاجات المرادفات بتاعت كل واحدة في الثلاثة احط ما بينهم اند، وكل جوه كل واحدة بحط اور. هاجي مثلا انا عايز اشتغل على الاوزون، فبقول له الاوزون اور او 3 اور الكام ايه كيورد اللي احنا قلنا عليه. على القمح يبقى القمح او الاسم العلمي بتاع القمح. عايز اشتغل على الليف راست باسمين العلميين القديم والايه والجديد. طب لو عايز ازود فيلد رابع بسيطه من هنا بقول له اد ايه اد نيو، هزود لي كمان ايه كمان صفر، يعني كمان ايه كمان مجموعه خلاص، واقول له سيرش. نقطة ممتازة، نقطة ممتازة. اللي الأستاذ وليد بيقوله إيه؟ إن إحنا هنا بنقول دور لي في أول فيلدز. أنا هنا بقول له دور لي في أول فيلدز. أول فيلدز دي في لستة طويلة، الأبستراكت التايتل ولا الأبستراكت ولا اسم المجلة ولا الكي ووردز اللي بتاعت البحث اللي مكتوبة ولا التيرمز اللي الببلشر محدد ان البحث انها متقاله في البحث ده رغم انها مش موجوده لا في التايتل ولا في الكيوردز ولا في الابستراكت. ماشي؟ فنقدر نحدد انا عايز الكلام ده فين بالظبط. انا كنت بقول في كل حاجه وانا هقول لحضراتكم انا كنت بعمل ده ليه. الحاجه الثانيه ان انت من هنا تقدر تقول انت عايز اند ولا اور ولا نوت. انت ممكن تستبعد حاجات كمان تقول له انا عايز الاوزون بس مش عايز الاستراتوسفيريك اوزون اللي فوق، طبقه الاوزون اللي احنا ايه اللي احنا بنحبها وبتحمينا وفوق بعيده مش اللي احنا بنتنفسها وبتضرنا. فممكن استخدم اور وممكن استخدم ان وممكن استخدم نوت، يعني استبعد لي ده ايه ده كمان. بالتوليفه دي تقدر حضرتك يعني تفصل البحث بالظبط على النقطه البحثيه اللي حضرتك او حضرتك عايزه ايه عايزين نعملها. ماشي؟ تعالوا بقى نقارن الاثنين ببعض. كم بحث؟ سبعة. وانت مغمض فما تضيعش وقتك في انك ايه؟ طب انا عملت الكلام ده على كابي اقف على كده؟ لا، نصيحتي ليك بقى كباحث مش كشخص بيمثل كابي انك تدور في كل قواعد البيانات الرئيسيه اللي ما شاء الله كلها متاحه لنا منين؟ من خلال بنك المعرفه. هتلاقي ايه؟ هم سبعة، هتلاقي ممكن واحد مثلا بره كابي ولا حاجه تبقى برضه ايه؟ عرفته. ولو انت بادي على قاعده بيانات غير كابي ما تنساش تيجي تدور برضه فين؟ على كابي،
عشان ما تعيش نفسك بعد ما مشيت المشوار كله وبعت البحث للمجله يقول لك على فكره في حاجه قريبه جدا معموله في المكان الفلاني وانت اهملتها. مش بس هيقول لك ان انت ما ان انت عامل شغل شبهها، لا وهيقول لك انت كان المفروض تتكلم عنها في الانترودكشن وكان المفروض تتكلم عنها في الدسكشن وتقارن شغلك ايه بيها. والناس تبص بتبص للناس اللي يعني بتبص للحاله دي على انك انت تعمدت انك تهمل ايه؟ تهمل انك تتكلم على بحث قريب جدا من شغلك وبيسيب انطباع ايه؟ انطباع سلبي. فاحنا بالطريقه دي ما لناش حجه ونقدر بسهوله جدا نصفي كل الابحاث للحاجه المتخصصه اللي احنا ايه؟ اللي احنا بنركز عليها. عايز اشوف بقى السبع ابحاث دول. فتك على ديسبلاي ريزلتس. يا رضي السبع ابحاث. هنلاحظ ان في ابحاث مفيش ولا كلمه من الكي ووردز اللي انا حطيتها هايلايتد في التايتل. امال جايبها ليه؟ لان انا قلت اول فيلدز. اول فيلدز يعني ايه؟ يعني هيدور عليها في التايتل او الكي ووردز اللي تحت التايتل او الابستراكت او المتن بتاع البحث، بشرط انها تكون اتحددت ككي بارامتر. الببلشر قال ان البحث ده مرتبط بالموضوع، يعني حتى اس فوتوسينسز مثلا في البحث بس مش حاطط ده في البيانات اللي فوق. الببلشر قال لك لا ده هو اسي فوتوسينسز، يبقى انا البحث ده لو حد عايز يبص على الفوتوسينسز المفروض ايه؟ يبص عليه. في كل قواعد البيانات العالميه اللي بيعمل الكلام ده ناس ناس محترفين لكنهم مش زراعيين. هو بيبص يشوف الماتيريال اند ميثود، ياخد التايتلز من الماتيريال اند ميثود ويعمل كي ووردز. اللي بيعمل الكلام ده في كابي مين؟ الناس بتوع زراعه. فهم بيشوفوا بعينك انت مش مضطر تقرا البحث وراهم عشان تعرف ان هو شغال في الحاجه دي. فالكي ووردز اللي هم بيحطوها لكل بحث بتبقى فعلا اقرب حاجه للي انت كنت هتعمله لو انت اللي قريت الايه؟ لو انت اللي قريت البحث. دي الميزه اللي بتتميز بيها كابي عن بقيه قواعد البيانات فيما يخص التبويب. عشان كده انا لما باجي اعمل سيرش على كابي بختار ايه؟ بختار اول فيلدز عشان استفيد بمجهودهم اللي هم بذلوه عشان يبقى متاح لي بالصوره اللي حضراتكم شايفينها بالشكل الايه؟ الكامل والمنظم ده. حضرتك بعد كده لو دوسنا على اي بحث من دول هنلاقيه فيه ثلاث حاجات: اليفيتد اوزون، وفيه ليف راست، وفيه ويت اللي هو القمح. وزي ما انتم شايفين الكلمات المفتاحيه كثيره جدا في في الابستراكت، وزي ما انتم شايفين ان الفول تكست افيلابل اهو. بيقول لي حضرتك عايز تنزل الفول تكست منين؟ في مصدرين اهمت. بيقول لك لو اللينك ما حملش اوتوماتيكلي اضغط على اللينك ده. ريدايركتنج وبيحمل. ده موجود فين؟ موجود على ساينس دايركت في انفيرمنتال بوليوشن المجله، ومتاح لحضرتك من خلال كاب. ودي الميزه اللي موجوده في كاب، انها بتبوب لك كل الحاجات الزراعيه حتى لو ما كانتش منشوره فين؟ حتى لو ما كانتش منشوره عندها. عشان كده يعني اتمنى ان الناس كلها تبدا بكابي كمين سيرش انجن، وبعد كده نقدر نكمل عليه لو احنا محتاجين. حضرتك تقدر تنزل البحث كبي دي اف، فانت عندك فول اكسس للفول تكست، تقدر تنزل البحث كامل مش هتشوف بس الابستراكت وتمشي. الحاجه الثانيه برضو ان احنا مش بس نقدر نجيب البحث، لا ونقدر كمان اقدر كمان اعمل اقدر كمان اعمله اقدر اعمل له انوتيشن، اقدر اضيفه للبروجكت انا شغال عليه.
اجيب السايتنج ارتكلز زي اي سيرش انجن ماشي حضرتك بتبحث فيه متخصص في المجال العلمي. فزي ما حضراتكم شايفين يعني طريقه كفء جدا للبحث، متخصصه جدا في مجالنا وفي تخصصنا، وفيري فريندلي، ما فيهاش اي صعوبات ولا مشاكل تعقيديه تقنيه. السيرشز اللي انا عملتها لسه موجوده الاثنين اهمت، اقدر ادمجهم، اقدر استبعد واحد فيهم من الثاني لو انا عايز. يعني في فلكسبيليتي ومرونه عاليه. انا كنت احب ان انا اغطس مع حضراتكم شويه في كام ابستراكت، لكن عشان احنا عندنا اكتر من موضوع فانا هسيب كام ابستراكت لحد هنا. اي حد من حضراتكم عنده اي سؤال يخص النقطه دي دلوقتي انا تحت امره، او بعدين انا ايميلي وتليفوني مع حضراتكم، وانا شرفني ان انا اساعد واتعاون. حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي في كام ابستراكت؟ اتفضل. بعد الستيشن اللي بعملها بيجيب لي الكيورز اللي انا حاططها لو هي موجوده في الريفرنس بتاع البحث معين. في الريفرنس نفسه؟ يعني انا المفروض انا عاوز البحث ده مش موجود في الريفرنس للبحث. ده يطلع هنا برضك ولا؟ لو احنا قلنا اول فيلدز، يعني لو الريفرنس موجوده فيها، انا مش متاكد عشان ما اكذبش عليك. لو في السايتد ريفرنسز ممكن تبقى موجوده، بس انا ما مش متاكد اذا كان ده بياخد في حسابه السايتد ريفرنسز ولا لا، بس ماي اندرستاندنج انه لا. لا موجود الريفرنسز، يبقى هيعمل كده. في الحاله دي اقدر اختار بقى ايه المين كاتيجوريز اللي انا عايزه. الحاجه الثانيه برضو انه لو الكي ووردز موجوده، لو الكي ووردز دي اللي حضرتك بتدور عليها موجوده في بحث هو عامل له ريفرنسنج وبتنطبق عليه الشروط الثلاثه، يبقى ده هيطلع لحضرتك كنتيجه من الاساس يعني، ويبقى بحث مهم حضرتك المفروض تشوفه يعني. ممكن افتحه ساعتها منه. لو هو فيه الثلاث شروط، يعني هو كده هيطلع لنا مين؟ هيطلع لنا الابحاث اللي فيها الثلاث شروط. ماشي؟ من البدايه. لو البحث بينطبق عليه الثلاث شروط دول، حتى لو هو بيتاخد ريفرنس في بحث ثاني، يبقى انا عايزه وانا محتاجه، كده لازم انا اشوفه. ماشي؟ هيطلعه لحضرتك في الليسته. هيعتبره من ضمن السبب. من ضمن السبب. كان بيعمل اندكسنج عدد كبير جدا من الناشئين في مجال الزراعه، وقال ان هو يكون بيعمل اندكسنج لحاجه موجوده في اشتراكات بنك المعرفه، زي ما شفنا كده المقال اللي عرضها كانت من ساينس دايت، تقدر ان انت تفتحها. اما لو من ناشر تاني مش موجود ضمن اشتراكاتنا، فهتشوف الابستراكت بتاعها بس. كده انك انت في تعمل بحث في الريفرنس، هو لما يجيب لك الريفرنس بيبقى عامل هايبر اكتف لينكس. لو البحث ليه فول كوبي موجوده يبقى الهايبر اكتف لينك موجود، او انه بيقول لك ده فول ارتكل، او بيقول لك انه ابستراكت، فانت بتبقى عارفها يعني. في واحد بيبقى ستامب كده مش اي حاجه، ده تعرف ان هو ايه مالهمش اكتر من الابستراكت بتاعه. وفي واحد تاني بتلاقيها مكتوبه بالازرق كده ان في هايبر لينك داونلود، دوت بتضغط عليه بيروح موديك حتى لو هو في قاعده بيانات ثانيه، او لو عند ناشر ثاني بيوديك هناك. ده حقيقي. من خلال التزاوج اللي ما بين او التعاون اللي ما بين كابي وبنك المعرفه، بيتقال ان مش هيبقى فيه اي حاجه حضرتك عايز توصلها مش قادر توصلها بلا نقاش يعني. زراعيا هتلاقي نقوله 99% من الحاجات الزراعيه اللي انت محتاجها هتلاقيها موجوده من خلال كابي. نقول 1% لو مش موجود هتلاقيه متاح من خلال الحاجه و60 ناشر او الحاجه و30 ناشر الزراعيين اللي بنك المعرفه مشترك لينا فيهم. الحاجه الثانيه برضو ان احنا لما باجي بعد ما جبت السبع ابحاث دول، انا هقراهم وهبص على الليست اوف ريفرنسز بتاعتهم. ما انا هتلاقي حد فيهم قايل انه عامل طريقه بالريفرنس الفلاني، حضرتك هتحتاج تروح تشوف الريفرنس ده وتبص عليه، فيبقى وقتك بيضيع في الاتجاه الصحيح، مش ان انا بعمل فلتره للابحاث. اي سؤال ثاني في كاب ابستراكت؟
اي سؤال تاني على كاب ابستراكت؟ النقطة التانية اللي هتكلم عنها في عجالة قبل ما ناخد بريك سريع هي الاي بوكس او الكتب كتب كابي الالكترونية. احنا اتفقنا ان بنك المعرفة بيتيح لنا حاجتين بتقدمهم كابي صح؟ كاب ابستراكت اللي هو الخاص بالابحاث العلميه. الحاجه الثانيه اللي هي اي بوكس او الكتب الالكترونيه. لما نيجي نفتح الكتب الالكترونيه من موقع بنك المعرفه المصري هيفتح حالنا مباشره على الداتابيز بتاعه كاب. بصوا حضراتكم بيقول ايه؟ بيقول حضرتك عميل عندك فول اكسس للفول تكست، يعني كل الكتب كامله متاحه، يعني مش هتلاقي كتاب يقول لك لا 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 الكتاب هو موجود بس انت مش ايه. فكل الكتب اللي موجوده عددهم حوالي نص مليون كتاب. نص مليون كتاب زراعي، مش نص مليون كتاب بشكل عام، لا نص مليون كتاب زراعي. فعدد ضخم من الكتب اللي في صميم التخصص. عارف منين ان انا فاتح من مصر بالاي بي بتاعي؟ ان انا فاتح من مصر. طيب انت حضرتك شخصي كعضو تبعهم ولا؟ لا لا، بيقول لي اهو انا الاشتراك بتاعي هنشوفه في لما افتح الكومبانيا مختلف عن ده بايميلي بتاع بنك المعرفه. زي ما حضراتكم عارفين احنا بنفتح من جوه المركز او من جوه الجامعه وبنعمل حاجه اسمها ريموت اكسس اكتيفيشن. بنعمل اكتيفيشن للريموت اكسس، فحضرتك تقدر تفتح حتى من البيت. ماشي؟ يعني ان انت مجرد بس ان انت تعمل اكتيفيشن للاكونت من جوه الجامعه او من جوه المركز البحثي وبعد كده بتفتح من اي حته. فانا طول ما انا جوه مصر هو شايفني اهو بيقول الاي بي ادرس بتاعك جوه مصر، الاكونت ده اكونت باحث، يبقى انت من حقك تشوف كل الايه؟ كل الحاجات دي. فصراحه حاجه تفرح يعني وحاجه تشرف يعني. اهو لا انا حنقل ده بلساني وانا هبعت لحضراتكم من خلال دكتور ايمن بعد اذنه يعني اللينك بتاع الفيدباك. حضراتكم تقولوا ايه بالظبط اللي انتم محتاجينه، لان دي مش اول زياره ولا هتكون اخر زياره للمراكز البحثيه. بس هو بالنسبه للمركز الشهرين اللي فاتوا او الثلاث شهور اللي فاتوا كان فيهم شغل علشان الداتا بيز او علشان الايميلز اللي كانت معايا، وفعلا بعتوا المعاهد وانا مع المعاهد اللي بعت لهم ليست كامل بالريسيرشز اللي عندي بالبيانات بتاعتهم اللي هيتفتح فيها اكونت. هم يعني هي اندر كونستراكشن، يعني لسه ما اشتغلتش بس اندر كونستراكشن، وقالوا انهم لما يشتغلوها الكباستي بتاعتهم هتبقى حوالي 50% عبال ما يعملوا لها ابجريدنج ويوسعوها تبقى اكتر. يعني لانه طبعا انتوا عارفين السيرفرات علشان الايميلات زي كده باعدادنا الكبيره دي محتاجه يعني بيج سبيسز علشان يبقى فيها تعرف تخزن المعلومات دي كلها، فهي خطوه بدائيه. شكرا يا دكتور على الـ على الـ على على التنويه. ده معناه ان احنا محتاجين نطلب كمستخدمين، يعني الاداره مشكوره قامت بدورها. احنا بقى كمستخدمين لما يبقى الناس هنا بتطلب اكيد حضراتكم في البرايورتي ليست تحت ايه؟ ايميلاتكم هتطلع لفوق، لكن لو احنا قاعدين وما بنطلبش هيبقى الناس عملت دورها لكن هم هيمشوا بالترتيب اللي هم ايه؟ اللي هم شايفينه. ففي الاستماره بتاعه الفيدباك حضراتكم قولوا الكلام ده، لان انا بشارك ده مع بنك المعرفه. بقول لهم انا زرت الاداره عامله اللي عليها مش مقصره بحاجه. فده كل الهدف منه انه هيبقى بيحفز بنك المعرفه انه يحط حضراتكم في ال 50% اللي هتتعمل الاول، بدل ما تستنوا تبقوا في ال 50% اللي هتبقى في المرحله الايه؟ في المرحله الثانيه. لو بصينا على كاب اي بوكس هنلاقي زي ما اتفقنا مع حوالي نص مليون كتاب. الترفيه والسياحه نفس قواعد البحث اللي احنا اتكلمنا عنها مع بعض قبل كده. ماشي؟ اشوف المرادفات ايه اللي انا عايزها، الكلمات المفتاحيه، المرادفات بتاعتها، استخدم اند اور ونوت بشكل صحيح، واستخدم الايه؟ القوسين عشان ما يجيبليش ما يبقاش عندي فريز ويدور لي عليها كل كلمه ايه؟ لوحدها. والطريقه دي تقدر المفروض ان احنا نطبقها في كل السيرش انجنز او محركات البحث.
مش بس عند كابي، عند اي حته حضرتك بتبحث فيها على ايه؟ على مصادر. لو حضرتك بحثت هيطلع لك قايمه بالكتب اللي في الموضوع. لو بصينا كده هتلاقي ان في كتب، ده مثلا عن الموالح، كانت تاريخ النشر 2019، يعني لسه سخن الكتاب، لسه سخن، لسه طالع من المطبعه سخن يعني. فيبقى كويس جدا ان الواحد يدور على الموضوع بتاعه ويشوف الكتب اللي لسه ايه؟ الكتب اللي لسه نازله. ده كتاب علمي هتلاقي فيه تركيز كبير على الجانب البحثي والاكاديمي. حضرتك تقدر تفتح الكتاب على بعضه، هتلاقي وصف للكتاب، تفاصيله، الاوثرز بتوع المؤلف مين، رقمه، الوصف بتاعه. الوصف بتاعه ده بقى اللي هي المصطلحات اللي خبراء كابي حاطينها. باي تكنولوجي، كلايمت فاكتورز، كروب هاسباندري، كروب برودكشن، كروب كواليتي، وحضرتك ماشي كده. كل المواضيع اللي هو بيغطيها اللي مش موجوده فين؟ اللي مش موجوده في العنوان بتاعه. هنبص نلاقي الفصول بتاعه الكتاب، لو حضرتك عايز تفتح فصل فيهم لوحده تقدر، لو مش عايز تنزل الكتاب كله، لو انت مهتم بفصل واحد ماشي، ندوس على اللينك بتاع ده. بس لو انا عايز اشوف الكتاب كله على بعضه اقدر ايه؟ اقدر افتح الكتاب كله على بعضه كملف واحد واعمل له داونلود. البي دي اف فتح اهو، يعني الكتاب كامل متاح ليا. ولو دوست على فصل واحد هيفتح لي بي دي اف للفصل بس لوحده. لما يحمل اقدر اعمل له داونلود عندي ويبقى معايا على الجهاز، مش محتاج ايه؟ مش محتاج ان انا افتحه اونلاين. لو كل واحد فينا بحث في مجال تخصصه هيلاقي 60 70 كتاب من قديم الازل لحد 2000 وايه؟ لحد 2019. هيبقى مكان كويس جدا الواحد يبتدي منه ويبني عليه، بالاضافه طبعا للخبرات المتراكمه اللي موجوده عند حضراتكم. فزي ما حضراتكم شايفين نقدر نعمل داونلود، نقدر نعمل برنت، اقدر اعمله بوك ماركينج كحاجه من الحاجات اللي انا محتاج ابص عليها. برضه هنا وانا بعمل سيرش اقدر اعمل فلتره، انا عايز ابحث فين بالظبط، في التايتل، ولا انا ممكن اكتب اسم الاوثر وادور على كتاب يكون هو اللي نشره. خلال البحث بتاعي اقدر اعمل فلتره باكثر من طريقه، هل شابترز بس ولا كتب. لو عايز البحث اللي انا اعمله يتسيف، بعمل اكونت على كامل من خلال ماي كامل اللي هي في الجنب، بحيث بعد كده اي بحث اعمله بيتسجل على الاكونت بتاعي، اقدر اسيبه، ادلته، ادمجه مع بحث تاني، بحيث ان انا لو بدور على حاجه معينه او عايز الليسته دي تفضل كامله زي ما هي ما تضيعش، تبقى متسجله عندي فين؟ في الاكونت بتاعي. كابي اكونتس ار فري، اي حد يقدر يعمل اي اكونت، مش لازم الايميل البحثي، بس لما تيجي تنزل الحاجات لازم تكون فاتح من خلال ايه؟ بنك المعرفه، بالايميل بتاع بنك المعرفه. الافضل طبعا انك تعمل الاثنين بنفس الايميل عشان ما تغلبش نفسك، ده هيبقى احسن وايه؟ احسن واكثر. انا برضو كان نفسي اغطس كتير وادور على كتب كتير مع كل واحد من حضراتكم لوحده يعني، بس عشان الوقت وعشان ان احنا نقدر نغطي الجزء اللي فاضل، لان الجزء اللي فاضل بقى هو الكريمه بتاعت الموضوع. الجزء اللي فاضل هو مقرر التشخيص الالكتروني بتاع كابي، اللي بعد ما حضرتك او حضرتك تخلصيه بقيت خبير تشخيص امراض ومشاكل النبات. في 3 ايام حضرتك او حضرتك في 3 ايام تقدر تبقى بالمعنى الحرفي للكلمه خبير تشخيص امراض النبات. الكورس ده الوحيد من نوعه، مفيش حاجه زيه. انا مثلا في امراض النبات نقوله بقى لي 15 سنه مثلا بعد التخرج. درست ياما، درست للدكتوراه قبل ما اسافر، وخلصت كورسات الماجستير وخلصت كورسات الدكتوراه وطلعت درست 3 كورسات الدكتوراه، فما شفتش حاجه زي كده للامانه يعني. ما شفتش حاجه معموله بالحرفيه دي، بالدقه دي، وزي ما بيقولوا بتدق على راس المسمار، يعني بياخدك مباشره للخبره اللي انت محتاجها.
انا يعني زمايلي واصدقائي لما بينزلوا في الحملات ويلاقي الناس هجمت عليه، انا نازل مثلا هبص على مشاكل في الدره، فمجهز نفسي دكتور ايمن على مشاكل الدره، هبص على مشاكل الدره ذاكرتها وعرفتها ومجهز نفسي ليه، الاقي واحد فلاح زي والدي كده رحمه الله عليه ما صدق، قال لا دكتور يا جماعه ما صدق، قال لا دكتور، فيسال على الطماطم ويسال على التسميد بتاع الطماطم ويسال على نقص العناصر ويسال على المشاكل، واحد تاني طالع من الرز، الرز سيادتك ده مشكلته جاي مخصوص عشان يسال عن الرز، ما ينفعش ترد عليه بكلمه ورد غطاء يعني. فتلاقي زملائنا خاصه الصغيرين في السن، يمكن اساتذتنا الكبار يعني الخبره عندهم بتحميهم، لكن الصغيرين اللي في السن اللي لسه ما عندهمش درع الخبره ده، في ناس بيبقى خلاص حيغم عليها يعني. انا والله من اسبوعين جات لي زميله بتقول لي انا كنت نازله بحمله وعايز اقول لك انا كان حيغم عليا، الناس طالعه من كل حته دكتور يا جماعه دكتور بقى، وكل ده عايز يسال وده عايز يسال وده عايز يسال وده عايز يسال وده عايز يسال. احنا محتاجين الكورس، بتقول لي كده احنا محتاجين الكورس ده. فهو حاجه لذيذه، ان شاء الله لما نتكلم عنها بعد البريك هتتبسطوا بيها. واوعدكم انها هتبقى وقت صغير، في جزء منه خاص بابلكيشن بنعملها على التليفون، فهيبقى بالنسبه لنا مسلي احسن من الفيسبوك. هيبقى جيمز بنقط، حضرتك بتشخص مرض بنقط وليك سكور وخدت كام نجمه من النجوم، ويديك فيدباك انت عملت كويس فين، عملت كويس في الفحص ولا عملت كويس في التشخيص، وانت بتفحص عملت ايه صح وعملت ايه غلط، فيعلمك ترجع في ايه، ترجع تصحح وتحسن نقاط الضعف اللي عندك. هما ثلاث حاجات مع بعض مش حاجه واحده، فهي باكج كامله. المقرر اللي فيه المعلومه فيه 1000 صوره حضرتك بتتمرن عليهم، صور متاخده تحت ظروف الحقل المفتوح، فهتلاقي الورقه بترابها بعرق الغيط فيها يعني، بالمشاكل المركبه مش مشكله واحده. فحاجه حلوه يعني، انا نفسي ان الناس تشوفه وتتفرج عليه، ونفسي ان بنك المعرفه يخليه متاح لناسنا واهلنا، لانه هيفيد كل الناس مش بس حضراتكم، لا حضراتكم تقدروا بعد كده بدل ما تعمل حمله وتنزل انت اللي تشخص، انت تقدر تعمل عياده زراعيه مكثفه لمده 3 ايام وتخلي كل مزارع من المزارعين بقى خدوا تشخيص يعني، وتبقى عملت شبكه قوميه من خبراء التشخيص على الاقل من حضراتكم مع زملائنا اللي في الجامعات، على الاقل احنا كده بس يبقى عندنا شبكه متكامله من خبراء التشخيص، نشوف المرض اول ما يظهر ما نستناش زي ما حصل في الصدى الاصفر، ونلاقي نفسنا خسرنا جزء كبير جدا من القمح بتاعنا اللي هو يعني محصول قومي وحاجه بتمس الامن القومي المصري، والفلاح يلاقي نفسه اخر السنه مش ما عندوش حتى اللي يكفي اكل ولاده، مش بس كان عامل حسابه انه هيوفر شويه ويبيعهم. فان شاء الله هنتكلم عنه بعد البريك عشان ما يعني ما اطولش عليه. دكتور ايمن ونرجع. هو طبعا الدكتور سيد اول ما كلمني عن الموضوع ده، انا دايما زمايلنا الصغيرين في المعهد او في اي مكان بقابلهم، احنا عندنا فكره وحشه جدا عن التخصص، احنا عندنا حاجه اسمها التخصص الجاهل. ايه هو التخصص الجاهل؟ يعني انا مثلا ابقى بتاع امراض نبات، بقول لك انا امراض فيروسيه، وبعدين تيجي تقول له طب الطماطم، يقول لك لا انا بتاع خيار، ما فيش حاجه اسمها كده. انا اساسا لما اتخرجت من قسم امراض النبات، دي نمره واحد. وبعدين لما خدت الماجستير، انا خدت ماجستير في امراض النبات. المواد اللي انا درستها كلها ملهاش علاقه بالمحصول اللي انا بشتغل عليه. واحده بس هي الماده بتاعت البحث اللي هي الرسالة بتاعتي هي اللي مختصة بمشكلة معينة ومرض. لما خدت قسم المحاصيل نفس الحكاية، انا دخلت قسم اجرونومي، درست كل الحاجات اللي لها علاقة بالاجرونومي، وبعد كده قالوا لي الرسالة بتاعتك في القمح، الرسالة بتاعتك في الشعير، الرسالة بتاعتك في اي وتفر الكروب بتاعك، وبعدين انا بقيت متخصص شعير. هل الاجرونومست اللي معاه دكتوراه واستاذ ما يعرفش يزرع اللي هو واخد دكتوراه في الشعير ما يعرفش يزرع ذره؟ ده تبقى مصيبه، لان انا في عندي حاجه اسمها الجنرال نوليدج، دي الكفر الامبريلا بتاعت علمي كينونتي.
وبعدين انا متخصص اكثر علما واكثر اجادة واكثر معرفة بالمشاكل الدقيقة في نقطة اللي هي نقطة مثلا وتفر اي محصول احنا بنشتغل فيه، ولكن انا بعتبرها عيب جدا عليا كبلان باثولوجيست في الاصل يعني، او وتفر اي تخصص تاني اجرونوميست او بتاع هورتيكالتشر او اي حاجة، يقول لي انا بتاع برتقان، مفيش حاجة اسمها انا بتاع برتقان، ده انا يعني ما انا فاهم الريكويرمنتس وفاهم يعني ايه تزهير وفاهم يعني ايه عقد وفاهم يعني ايه هي الاوبتيمال كونديشن وفاهم يعني ايه هي كذا. المفروض الكلام ده كله يبقى ساح في مخي ودخل وعمل كده لود معين هو ده اللي مركب شخصيتي كلها وهو ده اللي بيفرق. فلما اتكلم الدكتور معايا في الموضوع ده في الاول، طبعا البرنامج اللي بتكلم فيه هو برنامج عظيم، ولكن خلوا بالكم ان احنا دكاتره، فبرضو البرنامج ده يعتبر اللي هو بتاع ايه التدريب بتاع المهندس، ولكن انا بستعين بيه كدكتور عندي نوليدج اعلى. انا دلوقتي لما جيت مثلا في امراض النبات، انا عندي امراض النبات عبارة عن ايه؟ متبادرات، عفان جذور، وحضرتك تبقعات اوراق، عفان ثمار، يعني لها كاتيجوريز، وبعدين نيجي نقسمها الاصداء والتفحمات والكذا والكذا والكذا. هو ده اللي هم عملوه هنا اهو، دي جنرال نوليدج. بس انا بقى كدكتور انا عندي بقى الباثوجين والريكويرمنتس بتاعته ومش عارف ايه، واخش له ازاي اقاومه وامتى اقاومه في انهي مرحله، الكلام ده كله ديت بقى اللي هي بتاعتي. بس از فاست جايد طبعا دي حاجه جميله جدا، وكمان جميله بالنسبه ان احنا لما نعرف نعمل لها ترانسفير للقطاع الارشادي والمهندسين. ليه بقى؟ لان المهندس اللي هو اللي في الحقل، احنا مش كلنا في الحقل، احنا قاعدين في معاملنا وفي جامعاتنا وكذا. في حاجة عندي اسمها سرعة اتخاذ القرار. زي ما احنا عارفين ان الباثوجين ليه مراحل، اخطر مرحلة فيهم اللي بعد كده بتعملني مشاكل كتيرة اللي هي الكولونيزيشن. بعد ما عمل كولونيزيشن انا هتصرف معاه ازاي؟ لازم بقى يا اما في تدخل خارجي، وفي محاصيل ما بعرفش اعمل لها تدخل خارجي زي الاصداء مثلا او في انواع من التفحمات او حاجات زي كده. اذا فانا لما يجي المهندس او المرشد اديله حاجه وادربه على حاجه بحيث ان هو اول ما يشوفها ما يعرف دي ايه، فيبتدي ياخد البروسيجرز بتاعته اللي تعمل ليميتيشن للمرض عبال ما يسالك. غير لما كان بيحصل زمان، كان يحصل المشكلة ويكتب ورقة للمدير بتاعه، المدير بتاعه يرفعها لوكيل وزارة، وكيل وزارة يرفعها مش عارف لمين، عبال ما توصلك تلاقي المشكلة بقى لها شهر، عبال ما المجموعة بتاعتك تروح تشوف الحقل تلاقي خلاص يعني it's already dead يعني. فإن شاء الله تبقى يعني محاضرة كويسة. وعلى فكرة ده اتجاه عالمي دلوقتي، الإنذار المبكر والتعريف بتاع الامراض والحاجات اللي زي كده، ده اصبح اتجاه عالمي وغصب عننا لازم يخش، لانه لو ما دخلش احنا خلاص هنقع. واخد بال حضرتك؟ لان دلوقتي بقت المشاكل سوفيستيكيتد اكتر، وبقى في كومبليكيشن من نظم الري المختلفه على التسميد المختلف على 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 كل الحاجات دي، فاكتورز بتزود التعقيد بتاع المشكله وبتخلي ان التدخل لازم يكون سريع وعليه. ف موضوع الانذار المبكر يعني كان في شركه قبل كده، ممكن حضراتكم حد حضر فيها مش فاكر، قبل كده كان ناس اسبان وكانوا عاملين بروجرام، البروجرام ده للحشرات وللامراض، بس هو ضعيف شويه في الامراض لانه مش مغطي محاصيل كتير، بس هو في الغالب للحشرات. دوت بيعمل ايه؟ انت حضرتك بتسجل بتقول انا في المنطقه الفلانيه، فهو بيجيبك من على جوجل ايرث انك انت في الحته الفلانيه، الكلايمت بتاعها شكله ايه؟ شكله كذا، فيحدد لك مواعيد فأس البيض، يقول لك الحشرة الفلانية ممكن تنشط دلوقتي، انت لازم تاخد البروسيجر انك انت ترش رش وقائي لان في الحشرة الفلانية دلوقتي البيض بيفقس وهيبتدي يعمل كذا، فانت ترش وقائي وكذا. ده عن طريق الايميل على طول بتجيلك ريبورتس على حسب الاحوال الجوية بتاعتك، هو بيحدد انت الستيج بتاعتك في اي حتة، وبيبتدي يدي لك الخبره دي بحيث انك انت تتحرك بسرعه. وكل ما كان التحرك سريع كل ما كان التاثير بتاع المرض او بتاع الافه عندي اضعف ما يمكن وقد يتلاشى التاثير بتاعه. نتفضل على استراحه قصيره ونكمل ان شاء الله مع الدكتور سيد. شكرا لك.